سارة، مرحبا بك سارة. أهلا وسهلا سارة. أهلا وسهلا سيدي. الله يبارك فيك سارة، مرحبا. الله يطول عمرك مولاي. أنا كان بدا واحد متنفس. مرحبا أختي يا سارة، مرحبا بك. بارك الله فيك. مرحبا بك يا سارة. كان بدا الحكاية ديالي هو أنه أنا شحال في السن ديالك إذا سمحتي؟ أنا عندي 40 عام. 40 سنة، مرحبا سارة. يعني بحالي بحال كاع يعني الشباب، قريت والحمد لله يعني كعائله متوسطه الحال، ماشي ما هي مشهوره ما هي هذه. قريت بمجهودي الخاص، كنقول بانه بمجهودي الخاص وفرت الواحد الحمد لله لواحد العمل. المشكل اللي كان عندي هو انني كان عندي واحد الهدف كبير في حياتي، هو انني باغا نحقق شي حوايج اللي كنت عارفه بانهم صعيب انني نحققهم، ولكن حققتهم والحمد لله. شنو هما الحوايج اللي ربما كنت كمطمح في البدايه ديال الحياه ديالك بغيتي توصلي ليهم؟ هو انني كنت من النوع اللي ماشي تيقول بانني ماشي انا داك السيده اللي كانت انا راجل اللي غادي يجي وغادي يسكنني ويوكلني ويشربني وهذا ونعيش. اسكو انا قريت ووصلت دونك انا يكون عندي الإمكانية أن ندير لابارتمون ديالي، أن ندير السيارة ديالي، أن نكون مستقلة ماديا، عاد نقدر نقلب على شي حاجة في نتاع الزواج، وأن نحتف يعني حتف يعني فيزافي الآخر. أنت دابا كنتي كتشوفي باللي الرجل هو مرافق في الحياة، ماشي ذاك الرجل اللي كنحط عليه العبء ديال حياتي كاملة. فوالا، يعني هذا هو التفكير اللي كان عندي. واخا ما كانش تخطبت طمال دو فوا، تخطبت 3 فوا يعني ثلاثة ديال المرات اللي تخطبت. هاد إلا سمحتي لي غادي ندقق معاك في هاد الخطبات هادو. مرحبا. المرة الأولانية لما كانت هاد الخطبة كيفاش وشيش؟ تخطبت له، كانت أول خدمة دخلت خدمت فيها، يعني دوت فيها ستاج، من بعد بروكريتات، من بعد يعني تعرفت عليه تما في الخدمة. كان شخص ملتزم، ومن الناس اللي ما كيعرفوش شي حاجة ديال برا. يعني نيشان جا قصد واحد السيده خدامه معايا، قال لي هذيك السيده واش جلك نسيت هذا زعما في الزواج وهذا عينها رانا كيف ما كنقولوا حنا قاصد العين نيشان. كيف صافي مرحبا جا خطبني من دارنا، دازت تقريبا واحد 3 موا على اساس باننا غنديروا اللاكت. في الليله ديال اللاكت الاخ ديالي وهو تناقشوا شي حاجه يعني كيف ما تنقولوا حنا بانال، ما عرفتش نشرحها بالعربي. بسيطه يعني شي حاجه بسيطه كاع. بسيطه كاع اللي هي علاش لا كتب ليها شي حاجه في الصداق، ما كتب في الظهر ديال الصداق ما كتب ليها الاخر تعكس. لا انا داكشي اللي درت معايا هذا دونك ترونات. قال لي الاخ ديالي، قال لي والله العاود لا كملت معك الطريق. بواحد يعني بحال قلتي شدات واحد الليله كانت كبيره ترونات الوالو. كيفاش كان احساسك انت في ديك اللحظه اللي قلتي ودي انا عندي واحد المرحله انتقاليه في الحياه ديالي وتصدمتي بهذا الامر اللي كيبان زعما في شي شكل كيما شتي انت؟ من بعد ولاو تيقولوا لي لا راه شي حاجه ماشي هي هذيك اللي دارت، شي حاجه ربما راه يعني شي حاجه اللي التفكير المغربي بان راه شي حاجه دارت ليا من ناحيه السحر، من ناحيه هذا ما يمكنش. انا كدينا المجتمع على كل حال يعني كنصمت كمجتمع ديالنا وتفكيرنا هكا. انا اعتبرتها في الاول كنت واحد الشخص اللي انايا كنخطبني كنت اتصلت به من بعد ديك الليله وقلت له شوف، قلت له راه انا غنحاول ما امكن من ناحية ديال دارنا، غير انه الشيطان حضر. انا بالنسبه لي هكا قريتها ان الشيطان حضر في ديك الليله، تخطو بانه انا ما غنقولش لك متدينه، مي مؤمنه بانه بحال هذوك المواقف كيكون تيحضر الشيطان، لان غيتزوجوا زوج باش غيكملوا وهي مسلمين وهذا دونك كيحضر. قلت له الشيطان حضر، انا غنحاول ما امكن نهضر مع الاخ ديالي وغادي نكملوا. الحمد لله وعلى نعمته ان كيد الشيطان ضعيف، والحمد لله حنا المؤمنين اقوياء عليه. هذاك الشيء ما تيسترتش الامور، بقات المشاكل لان حتى دارهم قالوا كيفاش الناس اللي هما عندهم داك الشيء عادي ولا وحلف خوها يعني بحال كتفتحنا قدام العائله ومرضى وشو. المهم بزاف ديال المشاكل، انا من لوجونغ اللي كنهرب من المشاكل. قلتي كاع الحاجه اللي فيها وجع الراس ما كاين لاش يعني وجع الراس سيختو ملي كنشوف راسي انني انايا كندير واحد المجهود انها تحل، وما كتحلش صافي اوتوماتيكمون كنغوتيلي بطبيعي.
مشات مره ثانيه عاوتاني. شحال المده ما بين الاولانيه والثانيه؟ يعني الخطبه الثانيه تقريبا شحال المده؟ الخطبه الثانيه كانت عام ونص. كانت عام ونص. كان واحد كنت تبدلت من ديك الخدمه اللي كنت فيها ومشيت خدمت يعني في خدمه اخرى. وكان يعني الجار كانت الجار اللي كاين تمايا كان تيشوفني تلقاني وقف معايا واش ممكن هادي نهضروا واش ممكن تعرفوا واش ممكن هادي واش ممكن هادي. خرجت مع هادو فوا قال لي انا يا ما بنتي لي بنت الناس وانا غادي نجي لداركم. قلت له مرحبا. حتى هو خدام كان ديك الساعات كان موظف يعني عادي. لأن الواحد غادي يكمل حياته عادي ليسونسيال. انا كان عندي هو الشخص ما كانش عندي شحال كيقبط ولا منصيبه ولا شحال كيقبط ولا داك الشيء ماشي مهم. نهائيا نهائيا مصطفى ما عمره كان هذا كان هدف حياتي. في هاد الحاله يعني الله سبحانه وتعالى اللي ما كتبوش ليا دونك ما عندي حتى شي اعتراض لانه دار اكسيدون توفى. ما عندي هذا ما عندي عليه حتى شي اعتراض. هذاك ما كتبوش ليا الله. كان غادي في الطريق كان مريض بالكلاوي وكان اللي قال ليا غادي نطلع للمولى يعقوب لان الدويات ما بقاوش كياثروا فيا. ذاك الماء راه كيعاوني شويه كيبرد عليا وهذا. قلت له سيدي حرازم باردون سيدي حرازم كان غادي في الطريق ديال فاس دار اكسيدون تقلبات ديال الطوموبيل توفى. لا اله الا الله. لا اله يعني قدر الله سبحانه يعني قدر. هذاك قدر هذاك ما عنديش حتى شي دخل. هي هذيك فاش ما لقيتيش شي مضايقه ولا شي حاجه مثلا نفسيا مثلا حسيتي بليتي ماشي انت ولكن ربما حسوك الناس باللي ما عرفتش تطليق الخطبه الاولى في شكل والخطبه الثانيه في شكل اخر كاع الراجل مات ما كانش واحد شويه ديال نقدروا نقولوا الناس ضروري او كيقولوا ديال السيده منحوسه بهذا المعنى العائله ديالو. نعم لا 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 بالعكس العائله ديالو من اطيب خلق الله كتلقاها من لونطوغاج ديالو المحيط اللي داير بك. اما العائله ديالو كانوا من اطيب خلق الله. يعني ميم با بان باقا كنفكر انه دازت اكثر من تقريبا شي شهر الاخ ديالو مازال كيتصل بيا ومازال كيعزيني. هانيه بخير محتاجه شي حاجه شو شي انا راه بحال خوك. احتاجتي شي حاجه كيف ما كانت المعزه ديالك عند الاخ ديالي والاخ ديالي توفى راه نفس المعزه اللي بقات اللي عنده راها عندي. يعني اي حاجه احتاجتيها مرحبا. ما عرفت مال هاد البنت هادي المره الاولى الاخر زاد على والو هذا كاع اللي جا بغا يتمسكات بها هو مات كاع هكا كانوا كيقولوا الناس. هكا كانوا كيقولوا. المهم في الامر انه الوقيته الاولى يعني كانوا حضروا معايا الجيران في الوقيته اللي كانوا كيلكو زعما كيلكو الناس اللي هما كانوا كيلكو اللي كانوا معايا قراب وهما بعد بحال جاوا شرحوا للناس بان شنو كاين راه بصح راه الاخ ديالها اللي تعكس وصافي وهذا ما كانش ما حسيتيش بالضيق حيت واحد الامر اللي هو كيعنيك خص ضروري شي واحد اللي يفسروا لوحدين اخرين باللي لا راه غير خوها اللي تعكس. حيت ما كانش المواجهه ما كانوش يجي يقولوا لي انا كنت كنسمع من الاخرين. يعني ماشي غير يجي عندي شي حد وغيقول لي مالك او لو وقع لك او انت او لا هذا وصافي. وراه انا غير السؤال اللي كنسترسل واش بالضروره زعما خصك تشرحي لكل واحد لا راه غير خوها اللي تعكس لا غير خوه اللي تعكس زعما ولا زعما غير خوك اللي تعكس زعما على هاد الجوج باش ما يكونش. شنو غدير لان المجتمع المغربي علاج واحد الحاجه لان هي واحد الرساله بصح صعيب نعموا الحكم على كل دوك الناس اللي صادفتي وكان ماشي كل شيء ما نقدروش نعمموا. اصلا يعني حيت كون كنعممو ما نطرحش عليك انا هذا السؤال ديال هكا قلت لك زعما واش بالضروره خصك تشرحي لشي واحد زعما علاش ما تمش هذا الزواج. حيت المراه الضحيه ديما المراه هي الضحيه. شي راجل يدير نيمبورت كوا وهي الضحيه. انا ما اتصلت بالبرنامج لانني انايا دابا يعني اون بروسيدور دو ديفورس وعارفه شنو غيتبان وعارفه شنو غيوقع وعارفه بزاف ديال الحوايج. يعني عارفه انه المجتمع ما كيتقبلش المراه المطلقه.
بجميع واخا تكون يعني واخا دايره الخمار من راسها حتى رجليها واخا تكون متدينه واخا يكون اخلاقها ما نعرف فين واصلين واخا انا معك شويه بشويه وغادي نتذكر انا في هذه القضيه اها من بعد دازت تقريبا 3 سنين هيك ما 3 سنين وشي حاجه وهذا تعرفت مع واحد الشخص 3 سنين كي دازت من وراء الخطبه الاولى والثانيه الا قلت لك بانني يعني غرقت راسي في الخدمه حاولتي تغرقي راسك في الخدمة باش تديك الحياة الخاصة ديالك ما تلفتيش ليها زعما ولا كيفاش فوالا يعني بحال نقدر نعترف واحد الوقيته انني بحال تعقدت اها بهذا المصطلح الدارجة ديالي هنايا تعقدت علاش انا بالضبط شي حاجة ما كتقدرش علاش انا ايوا المصيبة راه مسألة الموت راه ماشي راه مصيبة راه ماشي سهلة ماشي سهلة يعني ما تنقول على اعتراض زعما لا حل زعما لا اعتراض اي ما تحد ما نعترضوا على قضاء الله ولكن هي راه مصيبه ماشي سهله بيني وبينك تنقول زعما كاملين كما ربي كيسر لهم كيكملوا كاملين كيديروا هذا خصوصا ملي كتلقى انا كنلقى مثلا صحاباتي كلهم هما تزوجوا هما داروا وليدات هما وانا لا جبديت غدا وكان كبير انا يعني شي حوايج وليت كنقول دونك انا باش ما نبقاش نفكر وباش ما نوصلش لذاك الليطا ديال انني يعني نولي نفكر شي حوايج اللي هما ما خايبين شي هما دونك بالاحسن انا اي حاجه عندي غادي نديرها في الخدمه ديالي كتلفي في الخدمه ديالك كنتلف بالخدمه ديالي لدرجه وليت كنخدم يعني جوج ديال الخدمات كنجي بالمصطلح المغربي غير باش نعس اي باش نعسي صافي غير باش نعس غير باش ما نفكرش او لا كتلقاني شاده شي فيلم او لا لو جونغ اللي ست واحد البنات كتلقاهم كيخرجوا يعني انا كتلقاني في البيت ديالي ودايره التلفازه ودايره شي فيلم او لا ناعسه ما نكذبش عليك وغنقول بانني انا كنت شي قوي وانني قدرت نتحمل وان لا هضر ما قدرتش داكشي علاش حاولت ما امكنش ما قلت لك يعني ان هذاك الوقت ديالي كله غنديرو في الخدمه ديالي والحمد لله هذاك الشيء عطاني قدره انني يعني طلعت في الخدمه ديالي وهذا ولا سيتياسيون ديال التحسنات وبزاف ديال الحوايج لدرجه انني شريت ابارتمون ديالي هاد الحوايج من بعد هاد الشخص هذا تلاقيتو غير في الاخر غير بطاف سكايب هذا الثالث هذا غير سكايب واحد الوقيته صافي احتاجيت بانني نحتاج نهضر مع شي حد وان داك الشخص اللي نهضر معاه ما يكونش كيعرفني يعني ممكن انني نعاود ليه شي حوايج اللي انا ديا ولي بيرسونيل اللي ما عارف واحد يعني ما هو من حومتي ما هو من لونطوغاج ديالي ما هو دونك ملي بديت نهضر معاه وكنت الا قلت لك بانني كنت صادقه 100% معاه لان كانت الفكره انه ما كيعرفنيش نقدر نقول له اللي بغيت وفي نهايه المطاف ما يعرفنيش وما غاديش نتلاقى معاه وما غنشوفوش وما غادي ملي عاودت ليه هو اللي ولا مصر انه يتلاقى معايا لدرجه انه داز 6 موا وانا ما تبلغاش يعني تقريبا 7 شهور وانا ما باغاش نتلاقاه حتى الارتيستامون موجود عندي المدينه اللي انا فيها كيقول لي انا كاين غادي نتلاقاك بغيتي ما بغيتيش تبقى 3 ايام وهو في لوطيل باش يتلاقاني حسيت لي ان هذا الشخص كيفاش مهتم بيك هذا مهتم يعني وانا كنت محتاجه لهذاك الاهتمام محتاجه خصوصا تنقول لك يعني اكثر من 3 سنين وانا ما كانت عندي حتى شي علاقه مع شي حد صافي استسلمت وتلاقينا وهضرنا وشتت راسي بانه يعني بحال الديسكو اعتبرتها بانها الديسكو ديك 7 شهور اللي حنايا تلاقينا اللي هضرنا فيها بحال كنعرفوا يعني دوتي اي اكسبون يعني سنين بصح كانوا شي مشاعر زوينه بيناتنا وكانت شي حاجه والاول مره تنحس بانه شنو واحد الشخص انا اللي حط عليه الكتف ديالي ونحس بالامان يعني الاول مره في حياتي دازت الامور بحال هكاك تعرفنا لمده عام موراها قال لي اوكي دونك ما نبقى لنا صرافي نتي نزيدو دونك لا بغيتي نكملو حياتنا انت عرفتي لا سيتياسيون ديالي عرفتي كل شيء انا عرفت كل شيء عارف شنو كاين انا شوفي ديك القضيه ديال انك منحوسه او لان ربي معكس لك الان شوفي غير الشخص اللي هو مكتب لك ومكتب لك ربي انك تعيشي معاه مازال ما وصلش عجبني التفكير ديالو مادام انه هو قراها بهذا انا اللي كنقول لي انا في لافيتياسيون وقلت بان تعقدت وحسيت بانه ولا تيقول عليا من حيث هو كشخص
طمأنيت لي 100%. داز هذا جا هضر مع اول شخص هضر معاه هو الاخ ديالي، قال له كي ما عطيتش التليفون ديالو هذا، قلت له نتهضر مع الاخ ديالي، هضر معاه جلس بيا في كافي شرح له شنو 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 شنو، قال له انا ما غادي نكذبش عليك ونقول لك هذا، انا خصك عرفتها في التليفون ولكن راه شنو يعني اعتبر عرفتها بانها بنت الناس، وانا ما غاديش ما نقولش لك بانني انا ما عرفتش البنات يعني بزاف، ولكن هي فيها شي شخص شي حاجه مميزه اللي قدرت انها تجرني، وانا هاش ممكن ما نقولش لك انا ما تنعرفها ما تتعرفني، وجيت بسم الله انا جيت قلت لك الصراحه مورها قالت لي خويا في التليفون، قال لي واش الهضره كاينه، قلت له كاينه ما غنكذبش عليك مادام كاينه راه كاينه. قال لي مادام الشخص جا عندي وتيقول لي شنو كاين يعني انا راه زعما الشخص هذا لي بانه بعقله مرزن وماشي شي حد اللي يتسليا. من بعد مشى هو على اساس بانه غادي يهضر مع دارهم ما قبلوش كالعاده، شكون هي بنت من بنت فلان، لا عائله وسميه وهذا راك عارف. بلا ما نزيد نشرح اكثر منها، لا المستوى ديالهم اكثر من المستوى ديالي. ما قبلونيش، هما عندهم خاصهم ولد فلان يتزوج ولد فلان يعني كسمية كلقب كمهم كل شيء. هو عارض دارهم كاملين وجا خطبني منه لي جا عند الوالد ديالي وخطبني، والوالد ما كانش عنده هاد ربما اعتراض او لا مثلا كان كيشوف باللي حقا دابا صعيب لانه دابا عائلته ما جاتش، ولا كان عنده تخوف الوالد فجهويه سي هذا هو الاشكال. يعني انه الوالد ما قبلش يعني ما قبلش لا ما يمكنش، ومن بعد غادي قال لي الحاجه اللي غتبدا بالمشاكل غتسالي بالمشاكل وينفرد من بعد غادي تكون غيكونوا شي دراري غيكونوا هادي ولكن وشنو من بعد شنو قال لي كيفاش غيهضروا مع جداتهم، كيفاش غادي يكون العلاقه الاسريه بيناتهم، كيفاش بزاف ديال الاعتراضات بزاف ديال المشاكل بزاف ديال وكان مصر انه يعني ميم انه واحد الوقيته كان قال لي غادي نسافروا انا وياك وغادي نديروا اللقط ديالنا في الباطو، يعني القبطان عنده الحق انه يدير لنا اللقط ديالنا الا ما كانت العائله بغات ولا عائلتي بغات، قلت له ما نقدرش نديرها. هذا هو كان التصور ديالو انك ديري داكشي بينك وبينه، مادام انه توت العائله ديالنا ما بغاوش دونك حنايا غادي نديروها، غنديروا ان فواياج اورغانيزي وغنمشيو لهذاك اللي في قطر. قلت له انا اصلا عائله محافظه امبوسيبل انه يخليوني نخرج انا فواياج اورغانيزي، وحتى ولو خلاوني ولو درت المستحيل وخرجت ماشي هذه الحياه اللي كنتصورها نهائيا. ما كنتخيلش راسي انا من الاول وانا هربانه وانا في مشاكل، انا بغيتهم العائله ديالك تفرح بيا، وانا ربما قلت لي كون عطوني غير فرصه انهم يتعرفوا عليا، قلت لي ممكن ديك الساعات انا المسؤوليه غتبقى تكون عليا انا كيفاش غادي نقلبهم، ولكن هما يوم رافضين اصلا حتى يعرفوني دونك سي با لا بين. اشنو هي الصوره اللي عطاهم هو يا زعما عليك باش هما كاع ما تقبلوش كاع انهم بانها راه شنو المستوى ديال العائله دي شكون هي بنت لينو اللي هما معروفين في المغرب لينو واش بنت فلان واش بنت فلان واش عندها علاقه فلان وطباها شكون هما يعني غير مجرد موظف واش 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 يعني هذا هو يعني هو كان من الشخص اللي هو يطارح شويه ما كيعرفش شنو يخبي او لا ينافق هذا الشيء اللي كاين بنت الناس شنو فيها هادشي علاش ما قبلونيش. واسمحي لي بغيت نسولك واحد السؤال واخا كيبان هذا السؤال في شكل وعلاه زعما ما يمكنش يكون هذا القرار خداه هو فردي زعما بلا ما يكون لا علم لا عائلته ولا لانه بغى يتزوج بك كاع بلا عائله ديالو هو بلا ما يكون كاع فاتحهم في هذه القضيه هذه. ما نقدرش نقول لك حيت ما كانت عندي حتى شي علاقه بهم اللي غنقدر نحكم. حيت دابا انا ملي قلتي لي بان عائلته بلا ما تشوفك خدات هذا القرار هو جا قال لك هذا الشيء يمكن حتى هو هذا هو اللي خلاني نطرح انا هذا السؤال. لا ما نقدرش نجاوب على هذا السؤال لان ما كانش عندي ما عنديش شي امكانيه حيت هو كان في مدينه اخرى وانا مدينه اخرى، ما بالك كان في المدينه اللي انا فيها يقدر يكون نقدر بانه كان ممكن نسول، ما هو كان في مدينه بعيده على المدينه اللي انا فيها ما نقدرش نجاوبك عليها واش بصح واش ماشي بصح، ولكن يعني الاصرار ديالو موراها واخا ما بغاش كيحاول يجي باش يعاودو كيحاول يعاود يتصل بالعائله وهذا فانت كنت ما بغاوش ما عرفتش يعني ما كسؤال بصراحه ما طرحتوش على راسي والو يعني ما جاكش البال كاد القضيه كاع ما جانيش بالي داكشي علاش ما بحثتش فيه
قلتي صافي مادام انه هو كاين اعتراض اذا انا يا ما توقعت من الاول. انا كنت متوقعه بهذا يعني بحال كان عندي تخوف من قبل ملي يهضر معاه, وكان عندي تخوف من ناكد عليا من بعد داكشي علاش ربما ما فكرتش نهائيا. مراها اعتبر بانني انا كرد فعل ما عرفتش شي وحده كفات كيف كفات ما بقاتش عارفه شنو حياتها شنو غادي دير فيها. يعني ما هيش قصه ولا جوج ولا ثلاثه, ما هيش مثلا وليت انا كشك في راسي انا كشخص مشكلتي ولا كيقول لي ديري الرقيه ديري هذه ربما عندك عقوص ربما ودرجة واخا انا يعني وحده قاريه وحده بصح وليت انا كنامن وليت كنقول ربما بصح هادشي بصح. مشيت عند الشيخ بصح مشيت درت رقيه ومشيت طلعت حتى الورقات واش ندير الرقيه. شي وحده اللي شي عايشه في شي دوامه تدور بحال ترومبيه ما عرفتش شنو ندير. موراها كان يعني هز كنت غير الطوموبيل ديالي كنت خاسره لقيتها لي انا يا غاده ديها. كانت الوالده من النوع اللي كيخاف يعني كنت ما كنت انا يقصد شي واحد باش ما نوصلش ليها بانني انا رانا قصد داك الواحد جايه بالليل باش ما تشوفهاش لان الا شفتها غادي تحلف تقول لي والله لعاود تركبتيها وكتخاف عليا بزاف. الوالده دونك الا عرفتني قصد شي حد غادي تقول لي ما تعاوديش تركبيها. هذا كنت ضربت واحد بالموتور كان زعما فوق الموتور ما كانش الحمد لله ما كانش اصابات كثيره وهذا ولكن يعني داك الليزال ديالها كانوا تقاسوا. مشيت باش غادي نصاوبها عند جارنا يعني واحد السيد من جارنا واقف معاهم هاد السيد اللي انا تزوجت به يعني شخص نقول نقدر نقول لك بانه لا مستوى الثقافي ديالو ولا لا انا ما كنحقر حتى واحد ولكن كنهضر على ما غير المستوى على المستوى ديالو ولا الفكري ولا المادي كان قريب ليا. انا منين جا وبدينا كنهضروا على اساس مالك ما مالك الطوموبيل شنو وقعنا وشنو وقع ليا بقينا كنهضروا. يعني اصلا انا من الجونغ اللي في الحومه ديالي مثلا ما كنجمعش ما كان تقدر هما تيقولوا عليا انا من النوع اللي منفخ من اللي حاس براسو اللي حاس انا علاش لان السلام ما كنفوتهاش ما تلقانيش جالسه يعني ندور في الشارع ولا تلقاني بس من الخدمه للدار من الدار الخدمه بغيت نخرج شي حاجه راه غنخرج على برا ما كاينش. انا لو جونغ اللي ما عنديش صحابات في الحومه ما عنديش جيران في الحومه. بقيت واقفه معاه بقى الحكي يقول لي كيفاش تيقولوا عليك منفخه كيفاش يقول لك حاسه براسك شكون اللي كيقولها هو هذا الشخص يعني بقيت بحال هكا. قال لي شوفي هاد قال لي داك السيد هانت انا غنصوب لك ليزال ولكن ضرب لي في الطوموبيل راه كنعرف واحد الطولي تمشي معايا نوريه لك. مشيت مع داك الطولي بقيت موراها قال داك السلام بخير مزيان هانيه كيبقى في الخاطر كيبقى في الطوموبيل واش بقى الخلعه واش بقى يعني شي حوايج العاديين. بقيت ديك الهضره باش الهضره كتجر الهضره واحد الوقيته بقاني سكين قال لي كيفاش زعما وحده بحالك مازال ما تزوجهاش. قلت له انا بديت نضحك بحال هكا قلت له على اساس انا ما عارف شنو القصه. لما القصه ولات مشهوره اكثر من العالم. قال لي الا قبلتي بواحد بحالي مرحبا. انا كنشوف شفت راسي بان دابا هذا غير جاي يساعدك هذا غير هذا اللي وقع لك معاه المشكل ولا شنو؟ نعم هذا اللي وقع لك معاه المشكل. لا الا ما كاينش اللي وقع لي معاه المشكل. دابا كيفاش تقال لك هو واحد بحالي تقبلي به داكشي ما فهمتش شكون هذا هو؟ هذا الشخص اللي كان واقف اللي كيقول لي جيراننا هو انا دابا اللي تزوجت به. اللي كيقول لك؟ اللي تزوجت به دابا. لا شنو قلتي لي زعما قبل الزواج اش كيقول لك هو؟ ما كيقول لي مازال ما فهمتش السؤال استاذ مصطفى. انا اللي عرفت دابا عرفنا الشخص الثالث هو مشى اللي ما تقبلاتش العائله ديالو وكانت وقعت لك من ورا هذيك الحادثه اللي ضربت لك فيها الطوموبيل. يعني هو الشخص اللي كان واقف مع السيد اللي كان تيصاوب لي ليزال ديال الطوموبيل. اييه الحومه ديالي. اييه
ومرها حيت انا هي الطوموبيل كنضربوا ليا لي زال ضربات ليا في الجنب ديالها. قال لي انا راه كنعرف واحد الطولي انا غنديك لعندو. اه مرها منين داني لعندو كنا كنهضروا مدرسين هضره ولا كتجبد هضره داني صافي دار في دار في داك الخير رجعت عادي ولينا في الحومه السلام لاباس هانيه كيبقيتي كتبقى الخلعه يعني بقات هضره كتجر الهضره في الحومه حيت هو ولد حومتي اللي زوجت به انا ولد حومتي. أيه. الو انا معاك داك ولد حومتك جوج تيبي هو انا اللي قلت لك باش قلت لك انا حيت هو هاد الشخص اللي قلت لك ولد حومتي واخا واخا المستوى ديالو ما هوش انا ما حكمتش عليه لانني كيف ما قلت لك انا كنت ضحيه ديال ان المفارقات والماديات والمستويات وهذا منين قال هو اللي قال لي زعما كيفاش واحد بحالك انت مازال ما تزوجاتش. قلت له انت راه عارف شنو وقع يعني الحومه راه باين راه هذيك السيده شنو قال لي الا قبلتي بواحد بحالي لانه هو عارف راسه بانه المستوى المادي ديالو المستوى ديال المادي ديالو قل مني هادشي علاش قال لي الا قبلتي بواحد بحالي انا مزوج زعما الا بغيتي الزواج بقيت كنحك الصدوايا كتعرض راسك. قال لي اه قال لي راه كنهضر سيريوزمون قال لي ماشي كنضحك زعما كنهضر سيريوزمون. قلت له مرحبا على اساس كان عندي هذيك العقده ديال انه انا ما كملش مع الشخص اللي انا بغيته حيت كان حيت المستوى ديالو هذا وهذا وهذا المستوى ديالو اكثر من ديالي وهذا وهذا دونك انا علاش انا نحكم على شخص اخر هو حيت الماديه حيت هو اقل من المستوى المادي علاش مادام بان ليا شخص محترم وفي الاول كان داك الكيبين داك الحنان كيبين بانه متفهم وكيبين بانه هادشي كامل انا هاد الشخص زعما شخص اللي يكون اولا كنت كنقلب على شخص حنين نقدر نحس نحط عليه الراس ثانيا كنقدر نقلب على شخص اللي هو متفهم لانه عارف ولد بنت حومته عارف عليه هاد الحوايج هادو كاملين انها تخطبات وانها مشكل وانها كانت وقت بر واحد توفى وهاد العقوفات وهذا وقبل انه يتزوج بها الوليد انا يعني انا اللي وليت حاسه براسي بانني انا ناقصه كوحده ناقصه ولات السمعه لاصقه ليا في دماغي يعني انا ما عليتيش هادشي كامل هادشي يعني القدر ديال الله سبحانه وتعالى انا ما اختاريتش فيه ما اختاريتوش ماشي بيدي انا درتو. دابا داك اللي قال لك من مالكي تيقول عليك منفخه فوالا مالكي كيقول لك عليك منفخه على اساس في الحومه انا قلت لك انا الحومه معطيها الثقار عطيتها الثقار في حدود ديك 3 سنين لان كيف ما باش ما نبقاش نسمع ديك الهضره اللي كانت كتقال كان احد الاسباب باش انا يا وليت كندخل دارنا ونخرج نيشان ما كنجمع مع حد ما نوقف باش ما نسمعش شي حاجه تجرحني حيت هو مالكي هو مسكينه واش وقع ليك وا 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 ايه راه واخا ديك الاهتمام بنادم باغي ولكن انا باغي اعرف غير شنو كاين ماشي بصح باش يواسيك بس الامور هذا جا خطبني هو بالعائله ديالو تزوجنا على اساس بانه حنا غادي نعيشوا في لابارتمون ديالي على اساس بان هذا الشخص هذا انا غادي نعاونو حتى يوقف على رجليه يعني بالدارجه المغربيه انه يوقف على رجليه صح قسما بالله الا درت جميع المحاولات بانه يوقف على رجليه وانا قلت له النهار الاول قلت له انا بصح عييت حيت واحد الوقيته عطيت كيف مثلا نقولوا حنا المغربي عطيت الدرك على راسي خدمت اكثر من المقياس خدمت جوج ديال الخدمات بزاف ديال الحوايج علاش باش نوصل لواحد المستوى انا باغا نوصل ليه ايه انا وصلت ليه ولكن وصلت كنت انا رانيا امراه وتا انا راه عندي قدره ديال التحمل راه ما بقيتش قاده انا بغيت انني نعاونك وتوقف انت على رجليك وانا غادي نجلس. اول حاجه درتها هي انني قلت لها غادي دوز البيرمي ما كانش عندي البيرمي هادشي من بعد ما تزوجتو هادشي من بعد ما تزوجنا شحال استغرقت الخطوبه بينك وبينه؟ بالضبط كانت استغرقت 5 شهور من شهر 5 من شهر كانت الاول لقاء كانت في شهر 5 من موراها الخطوبه كانت شهر 9 يعني تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور هكاك. من الصداق كان في حدود 6 شهور يعني مورا داك الشيء في حدود 6 شهور. درنا حنايا الصداق وعرس وهذا في مره واحده يعني غنقول لك بانني انا عارفه بان هاد الحوايج هادو ما تيداروش وانني
انا اللي تكلفت بكل شيء لانه كيقول ما عندوش هو غير كيبيع ويشري ما عندوش شي خدمه قاره يعني كيبيع ويشري عادي ماشي شي شي راس المال كبير ولكن هكا دونك تكلفت بكل شيء كيف ما قلت انا ما كانش مهم عندي الماديات نقدر نقول بانني في هذا الزواج خدمت بعقلي اكثر من خدمت بقلبي نقدر نقول بانني انا نقول بما انني انا وصلت لواحد السن وخاصني نتزوج ومبقاش متبوعه علاش لان باقا ما تزوجاتش علاش مالكي 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 حاجه اخرى لا خاصكي الا كبرتي راه ما غيبقاوش الدراري راه خاصكي تزوجي باش ديري وليداتك را 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 لانني انا تزوجت على 35 عام بزاف ديال الظروف خلوني انني انا نلغي عقلي نلغي عقلي ويتحكم فيا المجتمع المغربي بهذا المعنى يتحكم فيا المجتمع المغربي انا تنقولها وانا عارفه راسي شنو تنقول العقليه المغربيه تحكمت فيا باش انا نتزوج هذا من موراها قلت لك كيف ما قلت لك مشيت على اساس بانه قلت لي غادي نعاونك واش غادير لي بيرمي من بعد غادي نحاول ناخذ الطاكسي يعني بالقريمة ديالو وغتخدم عليه و مشيت خلصت له البيرمي ما كيمشيش نهائيا ما كيمشيش انا علاش ما مشيتيش جيت نجي لكم على الخدمه علاش ما من هذا وباش نعرف كنتي والله غادي تكرفتي في الترونسبور لا غادير لا غادير لا غادير انا غنجي نديك يا سيدي انا في الترونسبور انا في الطاكسي غادي نمشي موراها كنت بعت الطوموبيل انا غنمشي في الطاكسي غنجي في الطوبيس غنجي في بحالي بحال كاع الناس علاش كل مره كي جيت اليوم باش نخرجك عرفت بانك كتكوني ما تكوني مقلقه من الخدمه راني خارج انا ما قلتلكش اجي خرجني انا قلت لك سير للبيرمي انا كنقول لك سير للبيرمي بقينا هكا كمشاكل والو حيد البيرمي مشاو دوك الفلوس ديال البيرمي من بعد قلت ليها انت دابا واحد الوقيته جلست انا وياه قلت لي غير قول لي علاش مشيتي ديال البيرمي حقا انا كنخاف ونخاف نكون مصايب بالناس ونخدم بهم الا وقعت شي حاجه قلت له الاسات كاينه في الدنيا ما تقولش لي انا على ود باش على ود دار الخايف على الناس الاسات كاينه لا مكتوب لك شي حاجه راه مكتوبه لك وخا تكون مع الصواق ما مكتوبهاش لك راه ما مكتوبهاش لك شنو باش دير اصلا باش دير الطاكسي ماشي غتجي دير الطاكسي راه من بعد كاين بيرمي كونفيونس وكاين وكاين كاين دونك ماشي انت مش غير غتجي دير لو غتكون باش تسوق الطاكسي قال لي خويا انا غندير البيرمي وانا غندير لك الهوندا خدم بها سيدي كيقول له واخا حتى من بعد واخا ان شاء الله والو دونك داك البيرمي ما كملاش كان بغيتيش دير البيرمي قال لي ما بغيتش دارت لي انا وانا هادشي كامل هادشي اللي انا هزاه وساكته لان انا اللي اختاريت يعني ما عنديش على من نقول نتوما السبب انا دونك قال حتى من الخدمه ديالي ما عارفينش راجلي فاش خدام راه خدام صافي يعني لان ودار وكيف نوت وتنسى نرجع لقلبي مره ثانيه عاوتاني قلت له اش غدير نوض غادي نخلص لك الحلاقه تاخذ الدبلوم ديال الحلاقه وغناخذ نشوفوا شي محل وغادي تدخل دير الحلاقه هي جعيد واخا باش يعني تفكير كتفكير كان عندي هو انني نزيرو خلصت له العام كامل وباش نشجعو نقول فوالا يعني ديك غير بينو بين راسو هاد السيده هادي كدير معايا الحوايج كاملين خاصني اومو نرجع ليها هذا هو هذا غير هذا التفكير انا كان يفكر فيه غير بهذه الطريقه هذه كان ممكن كيطيب الردني واحد شويه ولكن ماشي كيفاش كتشوفي انت كيف ما هو ربما كيشوف حيت ربما يمكن ربما تقدر تكون عنده هو ديك الشوفه ديال هذيك اللي كتنفخ هاني تزوجت بها هاني مخدمها عليا ممكن انا ما عرفتش انا مازال ما عرفتش القصه شنو فيها ولكن حيت داكشي اللي كتشوفيه انت ماشي بالضروره غيشوفه هو بصح هذا الشيء علاش انا بغيت ناخذ الراي انا كنقول كل شيء باش نشوف الراي ديال الناس واش انا يعني غلطت شي حاجه ربما انا غلطت معاك شويه عليك انا كنسمعوك حنايا بشويه عليك انا غلطت وانا عارفه راسي غالي انا كنعترف بها لان الراجل اللي ما كنتش حاسه لي يعني كيف ما كنقولوا انا درتو فششتو درت لي شي حاجه الا ما كانش هو غادي يهز المسؤوليه وانا اللي غادي نعاون ماشي انا اللي غنهز المسؤوليه هو غير غيعاون دونك راه ما عمر العلاقه غادي لان ديما المراه غتحس براسها بان هي اللي شاده الجام هي اللي شاده اللي صايقات فينا هي والمراه ما عمر هذا هو الدور ديالها كيف ما قلت لك خلصت ديك العام ديال الحلاقه شفت الشهور اللي مشى وكيمشي متقطع لا ما دخلت ليش لراسي
يعني هذا هذا غروسو موضوع ديال الهضره كامله وانا ما طلعت ليا في راسي. كيفاش الحلقه ما طلعت لكش في راسك؟ ماشي شي حاجه ماشي صنع نووي اللي دار هو اللي كيبان لي دار في راسو هذا الرجل هو ان ديك المنفخه انا غن تكون معايا. هذا هو الان التفكير اللي وليت كنقول هو كشخص بعدا ما عندوش حس المسؤوليه، ما عندوش حس بانه راه صافي بحال زوج وحده حيت عندها ربما الدار ربما حيت خدامه خدمه مزيانه حيت دونك راه غتهز عليا الحمل وانا غادي ندير رجل على راسي وغادي نعيش معاك. واخا انا معاك بشويه هاد العام تا هو خلصتيه لعل وعسى ينوض يدير شي حاجه في حياته. والو دونك باقا هو من النوع اللي غادي يشقق انسان الثلاثه غيخرج غيدي السلعه ديالو غيبيعها من ثلاثه لثلاثه سبعه ولا ثمانيه ويرجع بحالو. هو قالت يعني هذا ماشي كيش ماشي الميز ربع ثمره. درست هذه قلنا ماشي مشكل. المهم كنا واحد القصه صافي انا غضبت وجيت لدارنا يعني موراها صافي كنشوف براسي راه بصح الا بقاو عليا هادو بلا هادشي دابا تنهضر على الماديات عاد المعنويات انه مال هضرتك هكاك مال كشفتي هكاك الطريق الا كنت غنقطعها كنشوف اوتوماتيكمون اي واحد في العالم بغى يقطع الطريق غيشوف الطوموبيلات. علاش كتشوفي لما كتشوفيش الطوموبيلات كتشوفي اللي سايقينها كتشوفي في هذاك علاش قال علاش هذاك علاش وقفتي بديك الطريقه علاش ضحكتي بديك الطريقه علاش هضرتي بديك الطريقه علاش لدرجه اني وليت حاسة براسي بانني بحال شي حد هو حاضر لك حاضيك مخنوقه في دارنا. الا كنت جالسه وانا في دارنا وانا مع خوتي مع عائلتي ونضحك لا خصك تجمعي خصك تجلسي بواحد الطريقه وانك تجدي وعندك يدك تبان وعندك عنقك يبان وعندك شعرك يبان وعندك واحد الوقيته صافي يعني قررت نفاجر. كنقول اوكي يعني في الزنقه شرعي عندك عنقك يبان ولا شي حاجه ماشي مشكل. تصرفاتي كلها ما عجبهاش على اساس بانني انايا كنت واحد وواحد السيده اللي هي عندها الطوموبيل اللي كتخرج كدير كتسعى هي اوكي عندي الطوموبيل راه ماشي طوموبيل راه ماشي عيب على اساس بان صافي انا عندي الطوموبيل واخا درتي واخا لدرجه اني واحد الوقيته كنمشي يعني صافي راه كتخرج راه ما عرفتش شنو كدير. يا ولد الناس النهار اللي جيتي عارفني ولد حمدي عارفني كندخل بحالي كنخرج بحالي. واحد النهار جيت جلست انا وياه قلت ليه قول لي انا نتحداك عند مره كنخرجوا بعض المرات كنديروا انسو كنمشيو نتغداو شي ريستورون عيب لا هذاك الشيء عيب. تخيل ان لاصال عنده عيب كاع قسما بالله الا لاصال عيب لا كتمشيو تجمعوا وكتبقاو تقولوا تبقاو ما نعرفوا هذوك كيدخلوا لي غير بنات عائلات بيناتكم كتصاحبوا كتوريك ربما شي حدث ما عرفتش الفكره اللي عنده ربما غتقول لك شي حاجه على هذا كيفاش مجوجه كيفاش كذا ربما تخوف عنده. الحمام الا كنت غنمشي ليه غيوصلني وما نخرجش من الحمام تيجي تسناك تيجي رجعني هو الصالون لا ما تمشيش الا الصالون اللي غادي نقول لك انا سيري ليه كنعرفوا كيدخلوا ليه بنات ولابسين وكيخرجوا بنات لابسين حياتهم هذيك علاش انايا غتقارني بوحدين اخرين؟ كل شيء هو عنده العيالات راه كلهم خايبين. عنده لي ريسبونسي بزاف. اي كنت شحال عنده هو في العمر ديالو؟ شحال عنده في العمر ديالو؟ كان كبر مني بعامي. يعني انت عرفتي وخرجتي ودرجتي ودرتي وعرفتي هذه وهذه 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 فمنطيش با بان راه كلشي بحال بحال. يعني هو اثر في داك التفكير ديال انه خايبين. انا كنعرف لدرجه انه كان قال لي بانني انا كنت كنعرف وحده كتبان لي بانها ربنا دارهم تلقاها راه ما هياش ما تحكمش عليا. انا ماشي جوابي بداك الشيء كامل انا ما غاديش ناخذ الوزر ديال وحدين اخرين. دازت هذيك من بعد عشان قلت لي عرفتي شنو نصير انت كان تكتب مزيان كان تيرسم مزيان كان قلت لي انت عندك مع هاد يعني عندك واحد الملكه ديال هاد الشيء هذا علاش ما ديرش لانفوغرافي يعني الانفوغرافيست وغدير انت تاخذ لي دي بروجي صغير ماشي دي بروجي ولكن غير بشويه هادشي ديال لانتريسيون ديال الطباعه. قال لي اوكي مشيت خلصت عليه مشيت كريت المحل جهزت وداكشي اللي كبيت عليه
ما هنقولش باني جهزت شي حاجه كبيره، ولكن كومون داكشي اللي غنخدم به ليسونسيال داكشي لا باز لدرجه اني جلست من الخدمه وخدمت معاه لمده شهور انا خدامه معاه، حتى وقفت داك المحل الا قلت بالضبط انا وقفت، ولا عنده كليان، ولا الناس اللي كنت كنعرفهم في الخدمه كيجيو كيخدموا عنده كيقادوا على اساس الكرا ديالو كيتوجد في الوقت، الضو ديالو كيتوجد في الوقت الخدمه. حنا عشنا بديك شهور بداك داكشي اللي كيدخل المحل قسما بالله سته خليته قلت لي صافي دابا انت دابا مزيان الحمد لله وقفتي خليني نرجع نخدم بداك لو سالير، لاني كنت خدام سيرتو بانه الباترون كيعاود يعيط ليا دونك فاطوم بيان خليته ما كاملاش 3 شهور يعيط ليا من المحل يقول لي راه ما نخلصش في الكره هذه شهرين شنو كتقول؟ كيقول لي هذا الشيء اللي كاين ماشي هي وانت اللي كريتي عندي انا ما كنعرفوش ما دايرش ما فعلت فيما كنهضرتي تهرب عليا وسد الحانوت وكيسدو تيدير شي فعل طحت عليا بحال الصاعقه كيف ما تيقول. انا على اساس صافي راه السيده خدام، لان المشكل ديالي انني كنخرج تقريبا من 7 الصباح ما كندخل حتى 9 8 ديال الليل ما كنعرفوش شنو كيدير في النهار ما كنكونش معاه علي راه السيد راه خدام ملي كنعيطو في التليفون راه خدام انا راه عندي واحد الكليان غنمشي عنده راه عيط ليا واحد الكليان غندير معاه انا يعني كشخص كيكذب اكثر ملي كيتنفس ما خلص داكشي بقيت شويه عاوتاني ولاو كيجيو عندي الناس ديال القرعه داير معاهم قرعه كلاهم في القرعه خلص ساره الكريديات خلصيها ساره وليت حاسه براسي بأثري. ولكن قول لي ساره واش هو ما كيخدمش كاع يعني فتها في هذا الشيء اللي درتي ليه دابا حاليا ولا كيخدم ولا عنده شي بليه اخرى ولا شي دابا هو البليه ديالو هو التيكني. انا المشكل ما كنعرفش داك الشيء اللي كيكني شنو هو يعني كيقول لي انا غير طابه انا ما كنفرقش ما بين طابه ما بين الكيف ما بين ما كنعرفش بيناتهم تيقول لي لا لا هادشي راه شوفي هذا راه غير عشبه وراه ما ماشي مضره راه هذه شي حوايج. بعض المرات كنت كنشم ديك الريحه ديال الكار وتيقول لي لا راه كنت جالس مع الدراري في التهور وراه بقات لي الريحه في هذا في التيشيرت وراه بقات لي في التريكو ولا بقات قد انا بالمعنى انا ما عاشرتش ناس كيكمي ولا ما عاشرتش لان غنعرف نقول لك هذه راهي شنو هي وهذه شنو هي ولا شنو هي كنت يكذب عليا وانا كنصيق بهذا المعنى يعني كنت كنصيق هو شنو يعني المتعه ديالو هو انه يشد داكشي اللي كيكني ويجلس ويبقى سهران هو والكمايه ديالو في السطح حتى لجوج الليل ثلاثه الليل عاد يهبط وصباح ما يقدش ينوض قسما بالله الى انا بعض المرات كانت تكلف هذا حل بزاف ديال المبليين والمبليات للاسف قلت لك الفجر كيلقاني انا خارجه هو ناعس في الدار الشتا والبرد وانا خارجه للخدمه وهو مازال ناعس في الدار اييه. علاش من عمر تزوجتي عفاك علاش من عمر تزوجتي صار 35 عام 35 عام اللي تزوجت فيه من غير الخطوبات اللي اييه اللي تزوجتي فيه اللي تزوجت فيه كانت عندي 35 عام يعني دوزت تقريبا 6 سنين في الجحيم كانوا كيقولوا لي الدار على ود لان كيف ما تنقول لك يبقى حاضني هذه تيقول لي راه شوفي راه غتولدي حاولي ما ان كانت تولدي راه الا ولدتي راه غيحس بالمسؤوليه وغيعرف ولا عنده وليدات وغينوض وغيخدم وغيدير وغير علاش اش غادي يغيروا الاولاد في حال واحد الشخص اللي هو فنيان ما كيخدمش اي كيحس باللي صافي راه عنده هو ماشي ما تيخدمش هو تيخدم يومين ثلاث ايام كيف ما تنقولوا كيسخن يجيبوا بواحد شويه ديال الفلوس وغيكلف تيكملهم عاوتاني وعاد هي ما كيخدمش نيتو صافي فوالا يعني بهذا المعنى حيت العمل 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 راه كيرتبط باليومي في الحياه ديالنا هو ما عندوش هذا التفكير حيت العمل ماشي هو فقط غير بلانينغ تنديروه في الخدمه ديالنا راه حتى الانسان تيخدم على راسو باش يحقق واحد الهدف خاص الشخصي ديالو تيمكن الانسان تيخدم على راسو كل نهار كل يوم تخيل ما عندوش حاجه سميتها بالدرجه المغربيه ديال دوير زمان او الناس راه غيجي واحد الوقيته راه غادي كاين مرض كاين الله يحفظ وقع شي حاجه كاين خاصنا نخلي واحد شويه ديال الفلوس خاصنا هذه لا 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 عايش نهار بنهارو صافي ربي راه رزقني اليوم ورزقني غدا انا ما كان انا ما كان يعني كان امن بان الله سبحانه وتعالى كيرزق ولكن اعقلها وتوكل اييه
يعني ماشي راه كاين فرق ما بين التوكل والتواكل. أيه. توكلت على الله وغنوض وغنقلب على راسي، ماشي هي توكلت وغنتسنى الرزق يجي يدق عليا الباب وغادي يحل الحل يقول لي هاك. الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب. أيه. لا هو ما كايناش هاد. أه. وقع لي المشكل مع هذاك السيد لدرجه انه بدا كيقول لي وليت كنخلص الكرا، انا كنخلص الكرا. أه. قلت له اش غدير؟ انا كنخلص الكرا بالفابور وما كتدخل عليا حتى ريال. أه. كل شيء هز علاش صافي سد ما عجبك سد. أه. كانت هذيك اول مره صافي كنت يعني كنقطع وكنقول له شوف هذا الدار ديالي انا، هذا البارتنا ديالي، انت اللي غتخرج دابا منها. هذيك المره انا اللي غضبت ومشيت، انت اللي غتخرج منها. صلات على النبي والناس. عييتي بالغضب؟ بجميع الحلول. اشنو درتي المره الاولى ملي غضبتي مشيتي للدار جبتي مالين الدار مثلا قلتي لهم انا هذا حاول تصلح؟ المشكل اللي كان واقف قدامي وهو انه والديه كانوا كيعاملوني كاميره. كيتعاملوا معك مزيان؟ كيتعاملوا معايا فوق مزيان لدرجه لحد الان، وحنايا في يعني ربما غتتفاجئ بانه احنا في الطلاق. اها. وهما اللي شادين ليا البنت ملي كنمشي نخدم، تيقول لك لا علاش تعطيها للروض وغندير احنا نجي نخدمي. كيجيبوها لي مع ملي كنجي كنعيط في التليفون للبنيته الصغيره كنقول لها جيبيها لي كتجيبها لي الصباح، عاوتاني كنخليها وكيجيو كيديوها. دارهم ما شفت منهم غير خير والاحسان، ولدرجه بان لا الوالد ديالو ولا الوالده ديالو يوميا مع الصداع، يوميا ديك البنت الناس يوميا حشومه، يوميا يعني هما عياو. أه. هو كشخص ما باش يتبدل، هو كشخص. أه. انا كان عندي امال انه يعني كان عندي متخيله بان ماشي انا اول مره اللي كتوقف مع راجلها حتى كتوقف مع راجلها كيف ما كيقولوا حتى كيوقف على رجليه. شحال من وحده تزوجات وشحال من وحده يعني كنعرفهم وداروا لهم مشاريع ووقفوا على رجليهم وداروا لهم، يعني حتى انا كنت كنتخيل بان غادي نعيش نفس العيشه، ان الراجل كان تيخصو غير فرصه. يعني كتكون عنده الاراده غير ربي ما كيكونش عاطي، غير ربي ما عندوش واحد الامكانيات اللي يقدر يبدا بهم، ولكن ملي كيلقى واحد الفرصه كينطلق. بزاف الناس باش نقولش يعني 100% ولكن ام واحد 80-90% تعطى لك فرصه يعني خاصك تشدها. انا قلت لك نقول لك انا يعني الخطا ديالي هو انني في الاول ملي كنخصو انه الا كان بصح كان بغاني خاصه هو ينوض يتكلف بكل شيء. وانا كنصح اي وحده دابا في هذه الوقيته الا بغاك ينوض يتكلف، تحسي بيه بانه هو اللي وهز المسؤوليه. انا حيت كان عندي كيف ما قلت لك بانه ما عمر كان عندي الماديات ديال الراجل، هو اللي هو الاساس. كنت تفكير خاطئ. حيت هذه الوقيته هذه خاص الراجل يكون قاد عاد يكون في شروط اخرى. وماشي هذه الوقيته هو دائما اهليه الرجل للزواج وايضا استعداد المراه وتاهبها للزواج، هذه حد الحاجه كتنجز الحياه بيناتهم، كيقدر تخليهم ينجحوا في شراكه الزواج بيناتهم، ماشي عاد. بصح هذه كيف ما نجي نقول اديت عليها غالي باش فهمتها. من موراها منين هذاك المحل صافي حيت قلت غادي نوض وغادي ناخذ ملك باش ما نبقاش مشكل ديال الكرا معاه. ناخذ الملك وغادي هذا ندير ناخذ كريدي. وبصح دابا لحد الان جبل فوق من ظهري بداك الكريدي، ونضت وشريت محل وجهزت سماك، ما تنقولش بانني سماك واعر، سماك شعبي. على اساس بانه غادي يخدم فيه. نقول له هانت ولكن كشتيه ما كيخدم لا في الاولى لا في الثانيه لا في الثالثه، كيفاش زعما؟ منين ولدت البنيته؟ حيت مالين الدار كانوا تيقولوا لك راه الا ولدتي راه غادي تبدل الحال ديالكم وداك الشيء. واخا ماشي ولاو عاوتاني من ولدت ولاو الدراري ولات ضغوطات كثر. هذيك البنيته قبل باها هذيك شكون مالين الدار؟ مالين الدار صافي. ما حنا ما عندناش في العائله ديالنا شي حاجه انت المراه كتطلق. واخا شرحها لهم يعني حاول بجميع الشرع بالقانون بالعرف. ما عندناش شي حاجه انت المراه كتطلق. صافي اختاريتي ذاك الانسان تحملي مسؤوليته، لدرجه انا مؤخرا قلت لهم اقسم بالله الا قلتوا لي رجعوا يرجعي لي هي غنقتلو غنقتل راسي.
يعني صافي انا درتها مع هاد السيد جميع الحلول الممكن اي مره كيف ما كانت غديرها مع الراجل انا درتهم معاه انا ما وصلتش قلت لك قلت لك ما تهزيت كريدي باش نشري داك المحل قلت ليه دابا هانتايا ما عندك ترى عندك غير الموضوع غتخدم غير على انك انت غتجيبنا غير المصروف ديالنا وانا غنتكلف بالكريدي المصروف ديال نهارك الا جبتي غير يعني بالمعنى ديالي الا جبتي غير 50 درهم نحمد الله ونشكر عليها قلت له طلبه منك شي حاجه اكثر منها لا باش كان الحوايج اللي خايبين فيا انا بالنسبه له هو انا تماش بدارك ما كتصبري ما كطيبي ما عطي انا وقت غير تمارة ملي كنجيو نهضروا معاك لاحظ انا يا سيرفيس كليون ديما تنتي صافي طالع لك الهضره في راسك ما مسالياش لينا يعني هادو هما الاسباب اللي خداهم عليا انا ما مسالياش لينا ولا فيه ولا فيه شحال لا هو الدراري زعما ما مسالياش لينا انا شحال دابا جوج الوليدات عندي جوج على هذا ملي كتجي البنت باقا صغيره ما كتعطيهاش وقتها ما كتجلسيش معاها راه حتى انا ما كنعيا راه كنجي مع السعود خاصني ندخل خاصني نطيب عشاء خاصني نوجد داكشي كامل يعني انت علاش ديتي للدراري راه ماشي عيب عيبش ياك لا انا صافي خاصو غير وقتاش هو يتشك ويطلع للصح غيشد التليفون وغيشد داك العجب ديالو اللي كيكمي العجب ديالو اللي كيكمي وغادي يغيب هاد الشيء اللي عنده هو موراها وليت قلت لك درت داك السناك دابا شوفي شحال من حاجه حليتي مختلفه على بعضياتها في الاول انفوغرافيس يمكن قلتي لي هذا شويه درت حليتي لي شي محل اخر عاد صناك ياك ثلاثه المرات حليتي شي حاجه لا لا غير الانفوغرافيس وهذا والصناك الجوج حتى انايا حتى انا كنت كباغا نفتخر براجلي يعني راه عنده سناك راه خدام راه انا نفتخر بانه راه انت راه هاد المسؤوليه واخا انا هاد الحوايج انا ما كنقدرش نحكي هاد الشيء اللي كاين نقول لهم راه انا اللي هزه ما راضياش دار شنو كتوصلي لهم راه حنا معاونين راه حنا كلنا خدامين لا 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 الدار كان في راسهم كلشي ما كنتش كنخبي عليهم والو ديك الصوره الاجتماعيه اللي كان قدام الناس انكم زعما راه الحياه السعيده يعني قدام الناس ما راضياش يعني جي لستوار ديالي انايا كيفاش انا هيا اخرتها بقات تخطبت لهنا وبغيت كتخطب لهنايا في الاخر طاحت فيها هي كتصرف عليه يعني ديك الهضره اللي معقداني اكثر من 12 عام عرفت راسي ما غير نعاود نسمعها اللهم كنت كنخبي راه هو اللي داير راه هو اللي فعل راه هو اللي ولكن في الباطن راه انا اللي دايره كلشي غير باش يوقف على رجليه ونولي داك الشخص اللي انا تمنيته يكون ما لقيتش ولا كيحل نهار الا ما كاين ما يدار في مرة ما كاين ما يدار المحل اللي جيت على الكليان باش كيجي الا تحل اليوم وغدا وبعدو ويعرف المحل كاين لا واللي داير اليوم غياكل عندك ما دايش غير الغد اللي واخا يشوف المحل غيجي واحد الوقيته تفكر انه ياكل غيجي بغيتي تحل فوقاش ما بغى كيحل وقت ما بغى كيحل وقت ما بغى من درجة هذا الشخص اللي كاين عنده محل قدامه تيقول لي واش عندكم شي ماشي مشكل راه فلان راه كيشتو كيف يحل بزاف واش عنده شي مشكل هذا قلت لك لدرجة انا حيت انا شنو كنت كندير باش من نعطيش مثلا لان كيف ما كنت كنعلى عليها حمل ثقيل ما كنتش قد انا حتى نشد المراه انها هي تقطع في الماء وتعطيه ودير كنت كنجي انا من الخدمه ونجي ونطيب ليه ونغسل ليه الماء ونوجد ليه داك الشيء اللي ما ندخل للدار حتى ل 11 بالليل 11 ونص ديال الليل باش نعاونو باش نشوف ما امكن ان نشدو في ديك المحل وليت دايره لو كيدري صغير وحتى هاد الهضره انا قلتها لام مؤخرا قلت لها شوفي قلت لها كوكان ولدي من الكرشي معليش كندير تفك منه قلت لها راه جمعاني معاها ورقه غادي نقطع امها وقلت لها بحال هكا بهاد الجوج سيديزو لي بوغلومو ولكن قلت لها غادي نقطع امها وقلت لها غتكون اخر هادي التاليه ليا صافي لمن قلتيها لمو يعني ملي قالت لي حيت جاو وعاودوا رجعوا وعاودوا رجعوا وديري عقلك قلت لهم درت عقلي
سنين وانا اللي راه عقلي دابا الا بقيت معاه غيخرج ليا. صافي فهم كلشي على عينيكم. كلشي حطيت لكم اطابل هاشمو 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 لدرجه انت اخر مره كنت زعما والحاجه الوحيده اللي كنشكر امو عليها هو ان النهار اللي كنت غنهز الكريدي باش غندير المحل قالت لي راه غير كتغرقي راسك. انا ما فهمتش الميساج. يا زعما كنشكرك عليه. انا اللي ما استوعبتش. ما طلبتيش النصح ديالها؟ علاش ما طلبتيش زعما النصح ديالها؟ لا حقيتش. هذه هي بعض المرات ملي كنقولوا للناس راه النصيحه تطلب، حيت شحال من واحد كيقدر يقول لنا شي حاجه ولكن ما عندناش قابليه باش نتقبلوها، ما كنقدروش ناخذوا بها. انا قلت له ولكن انا اللي فهمت هو انه كشخص ما مولفش تماره، يعني غيمشي غيبيع مثلا غيجلس وغيجلس داير كرسي كي عارفه ولدها كما كنقولوا راه خابزه كي تيجلس وغيدير كرسي كيبيع، جا شي حد راه غيبيع ليه ما جاش راه هو مكونيكتي راه هو تيكني. اما الشخص اللي غادي نسخطو بانه صنك خاصو ينوض خاصو يطيب خاصو يقول لي مني ما قلت لي علاش ما كتخدمش، قال لي واجب لي الخدام اللي يكون معايا. قلت له باش نخلص انا هذا الخدام. قلت له وقف المحل وجبت 10. هي من يوقف المحل واللي فيه الربح وداك الشيء راه تقدر تجيب اللي يخدم معاك. هذا راه خاصك تخدم بوحدك، خاصك سي نورمال. قلت لي انا ما عنديش مازال في نزيد. الى الخدمه كيديروها ثلاثه ديرها بوحدك، حد ما حدنا حنا يلاه بادين. علاش انا مره وكانت كندير ربعه ديال الخدمات في نهار واحد. كنخدم في الخدمه ديالي وكنجي كنعاونك في الصناق وكنمشي للدار وكنخدم وكنشوف الدراري علاش انا كندير ربعه ديال الخدمه؟ انا اللي مرا. بالمقارنة معاك انت كراجل. فين هي فين هو الكلينت اللي كيقول لي؟ قال لي ما كتر. قلت له فين هو الوقت اللي كتقول لي اللي كتطلب مني انني انا نعطيه لكم؟ وقتي ديال راسي ما بقاش عندي. قلت له وقتي لراسي انا. لدرجه حتى كيتنعسوا الدراري في 12 ونص عاد كنوض باها نشرب غير قهوه نشربها في ديك الوقيته. غير باش نحس براسي بانني انا جالسه واحد ربع ساعه على راسي. اييه دونك اتينا هو يقول انا ما عطيناش وقت وعطيني رد سحني وديك الساعات وقف على رجليك وانا غنجلس ديك الساعات غنجلس. غنجلس للدار مرا ديال الدار فقط. ماشي اونتر بارونتيز عباس. ما صافي منين ما قدرتش مازال نكمل. وكنت عارفه حياتي غادا غير بالفابور و دابا الحمد لله قلت له غنطلب الطلاق باش عطاني الطلاق لدرجه انا ما قال لي بغيتي تطلقي غتنزلي لي على الدراري. هذا هو الشرط. هو الا كان هذا هو شرط اصلا ما كنت انت اصلا ما كنتش على راسك تقولي تنزلي لي على الدراري، يعني انك غير كتلوي لي دراعي. هذا غير وسيله الضغط. وسيله الضغط مؤخرا نيت راجلي تيقول لي تيعيط لي في التليفون تيقول لي شوفي حتى الا بغيتي تلجئي للطلاق راه غديري مسطره الشقاق. هي غندير سياق الشقاق وعادي. قلت لي انايا حنا غندير على ود على ود دوك البيدات وغندير مسطره ديال الشقاق وغنبقى غادي ونطلع وهبط غنديروا طلاق اتفاقي والبنات. بغيتي تبارك الله قلت لي بغيتي تنخلصك فيه نخلصك فيه، غير عطيني حياتي ارجع لي انا حياتي. حتى واحد ما غيجردك من الحريه ديالك ولا من الحياه ديالك. علاش؟ صافي بالنسبه لي انا لدرجه انه دابا مؤخرا ولا كيعيط لي في التليفون كيقول لي والله وتشدي الطلاق ديالي الا ولاد فلان شتي عاودتي شتيهم. لهالدرجه؟ ولا شنو غادير غتخطفهم؟ كيقول لي القانون العايش ما كاينش الادب تيخطف ولادو. يعني داير جميع المحاولات. قلت لي شوف راه واخا قلت لي حيت الا رجعت انا وياك بصح غتوقع شي حاجه اللي غنندموا عليها بجوج وغنضيعوا دوك غنيتموا دوك الدراري. انت بطبيعه الحال انت ام كتبقي حاضنه اولا ثم انت اللي كتخدم دابا حاليا. لا هو على اساس بانه هو غير الدراري ويمشي شي مدينه اخرى. ماشي انا راه حقي ما عارفه شخصي. يعني غير يهز الدراري ويهربوا بهم شي بلاصه اخرى. يعني ما هذا هو اخر هضره ديالته. كيف؟ ما نبقى دابا واحد ثلاث ايام ولا اربع ايام باش عيط لي كيقول لي شوفي راهي الا طلبتي الطلاق ولادك ما تعاوديش تشوفيهم. قلت له انا ولادي غادي نلقاهم. قلت له غتمشي للمريخ، هذه اخر هضره بيناتنا. كيفاش؟
ما تعرفش تعيط ليا. قلت له غنمشي للمريخ غنجيب ولادي واخا نعرف. قلت ليه هادشي كامل اللي كتعرف اللي كتعرفوا غنبيعو وغنبقى ندور غنقلب على ولادي. قلت لي راه شوف راه هذه هي التهديد اللي كتقول لي انا راه ما غتوصل ليهش. صافي قطعت مع البايا حنا راه مشيت درت طلب الشقاق. هذه ولكن شنو اللي وصلكم نتوما كاع للطلاق؟ شنو اللي خلاك صافي قلتي عدفتي زعما بغيتي تحري كاع من كنشوف المسؤوليه كثرت عليا. كنشوف كريدي اللي انا كنت كنتوقع منك انك انت غادي تجيب ام وهذاك المصروف. انا كنلقى بان الصالير ديالي الثلثين ديال الصالير ديالي كيمشي في الكريدي. كيبقى بانه خاصني الوليدات هما اللي خاصني نعطيهم. وانت ما حاش بشي حاجه تنتهي المسؤوليه. ما حاش بهذه المره نهائيا ما 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 ما, ما جلستيش واحد الوقيته غير بينك وبين راسك تقول هاد السيده علاش كدير معايا بحال هكذا. لدرجه انني وليت كنحس بان هادشي اللي كندير انا راه ماشي انا كنديرو يعني غير جوديه مني كيف ما تنقول، ولكن هو بالنسبه له هو كحق مكتسب. حق مكتسب. هذا هو الدور ديالك. داكشي اللي انت واحد نقدر نقولوا واحد الهبه منك واحد التعاون داكشي ولا عنده صافي مكسب هذاك. انت خصك ديري داكشي. خصك ديري داكشي. وملزمه باش ديري. وليت كنشوف راسي بانه كشخص ما يعني غير مسلميه مزوجه. لا داكشي اللي في الاول اوكي، في الاول كان حنين كان مزيان كان مهلي كان مهتم كان بزاف ديال الحوايج غير بزاف الدراري ولا داكشي اللي نقص ولا داكشي ما يعني ما بقاتش حتى داك الحاله اللي كنت كنتوقع مني حتى داك التفهم ديال انه وحده راه جايه وعيانه وخاصها غير تنعس غير نشد الدراري واحد. بعض المرات كنطلبو كنقول لهم كنقول لهم شوف عطيني غير ساعه غير نرتاح ليا وانا غادي نبقى نقابلهم. عطيني غير ساعه يشدهم ليا انا رانا كنعيا انا بنادم. ما كيقولكش اري ضروري. حنايا اللي كنوقفوا عليه داكشي باش كنبغي نسول انا هاد الاسئله الدقيقه على كل حال. الا بغيتيني نشدهم لك اري اعطيني باش نخرجهم. اعطيني باش نخرجهم يعني بطريقه غير مباشره. اي هي هذيك نيت. لدرجه عطيتهم بعدا شي حاجه يصوبها تخرج شي حاجه ديال الذهب ديالي مشات. لا حطيتها هنا لا كانت هنا لا انا جلست لا ديالي كانت عندي ملي كانت عندي 12 عام ما كنحيدهاش من عنقي. تقطعت لي واحد الوقيته كنا مناقشين نيت وكنشدني وتقطعت لي كنا مناقشين يعني درجه العماره كلها تنعدنا. علاش شنو كان طرا؟ عاودي لي شويه بحال هكذا يعني جيت من الخدمه كنت خرجت مريضه يعني خرجت كانت طلعتني السخانه وخرجت من الخدمه وجيت للدار وفي اليوم باش نلقاه بانه راه في الخدمه لقيته ناعس بصح تعرف يعني الاعصاب كامله اللي كاينه في الدنيا راه انا نقول لها لقيتها تنقول كيفاش هذا الشخص هذا راني خرجه من ضرب لي البرد طلعت لي السخانه حيت خرجت في الوقيته ديال الفجر كانت عندي ديك البلاصه وخارجه وجايه وراجعه وهو ناعس ما فايقش. يعني تعصبت وتغاوتنا وش نقع ليا وبزاف ديال الحوايج دونك تما فاش تقطعت نعطيتها بشي صوبه قال لي في الوقيته اللي كان ديك الساعه كان المحل ديال لانتخيسيون قال لي كنت حاطه هنايا والبنت ديال المول وخلا بنت مول الدار راه عطات لي هنا ولقاتها ولا شي حاجه هكذا انا ما عرفتش اش مشات. وانا عرفت بانه هو اللي مشى معاها. يلا واش من بعد هو اعترف ليك ولا شنو؟ قول لي سارة عرفش انا نشوف واش هي سارة الان مازال تتواصل معنا. هذا للاسف مؤسف دابا اللي كتعاود لنا الاخت سارة لانه احنا انا كنتمنى منكم التفاعل ديالكم وعلاش لا يمكن يجينا سواء من اتصالات ديالكم اللي كتجينا على جوج الارقام اللي هي 0522 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05
أولا بالأحرى 0522 30 30 00، بالإضافة بطبيعة الحال الصلة ديالنا عبر الواتساب 06-2040-04، رسائلكم الصوتية والمكتوبة اللي كتقدر تقربنا من القضايا ديالكم. أنا معك أختي سارة. نعم سيدي. قلتي لي وشنو من بعد هاد وعد اعترف ليك ولا كيفاش؟ لا ما اعترف، ما اعترف، لأنه غير ولكن أنا غير قريتها كيف ما تيقولوا، لأنه ما يمكنش السيدة غادي تدخل المحل كيكون مسدود بالسعر، واش كيفاش السيدة غادي تدخل؟ يعني ما يمكن يدخل ليه واحد الوقت عاوتاني كان عطيتو بانه يخلص شي حاجه من يمشي تراسه راه تخلصات، وليت كنقول له اوه من الدرجه انا وليت كنشك فيه بحال هكا ديال الفلوس، باش نقول له صيفط لي الروسي، لا حطيتو هنا لا درتو هنا لا مشى هنا لا مشى هنا، بحكم ان الخدمه ديالي انا مزيره ما كيكونش عندي الوقت بزاف. واحد الوقت خديت واحد النهار ومشيت سولت على ديك الحاجه قلت لهم خلصاش، جينا عاوتاني كام ولاو مشاكلنا ولاو العماره كيسمعونا، وليت معصبة أكثر من القياس، وليت حاسة براسي بأنه يعني بالمعنى المغربي واحد كي كان هذا الهموم ممكن يدار، ولكن أنا اللي حمر طحنونا وهو كيتفرج. يعني بمعنى أنك الحمار كائن جميل على كل حال، راه داكشي اللي كيدير داكشي اللي كيدير الحمار ما كيديروش بزاف ديال على كل حال الكائنات الاخرين، وداك الحمار راه كائن يعني كما كنقولوا كيهز العبء والثقل، ماشي عيب. اخر حاجه اللي كنلقى بانه حتى جاو انهم كيحيدوا لي المكانه ديال الضوء، عند بالي بانه كيتلدو كيتخلص اون فان كونت ما كيتخلصش، كيكون ما عرفتش اصلا لحد الان الا سولتيني انا عشت معاه شنو كيدير بدوك الفلوس كاملين، نقول لكم ما نعرف الا اللي كانت تشتري بليه. هو دابا البليه اللي كان في الاول قال لك وعاد اكتشفتي باللي راه هي كيمشي كيميها في السطح في التفل. عامين وانا مزوجه بين فراس، يعني تقدر تكون شي بليه اخرى بحال القمر مثلا وانت ما فتشتيش مزيان ربما. حيت هاد الخصائل هادو ما يمكن تكون الا عند واحد كيتسنى يجني الربح بسهوله. نعم هو ما يتومر ما يخدم فيهم ما والو، اذا وباغي يربح وباغي الفلوس وباغي، اذا ما يمكن تكون هذه القضيه الا عند واحد الشخص اللي على كل حال بليب بقمر يعني شي حاجه. هو لو جونغ اللي الاوراق ديما كتلقاهم مجموعين مخبيين في بلاصه، انا ماشي من لو جونغ اللي كيقلب بزاف، الوغ هو كونتر بارتي التليفوني كيتقلب والصاكي كيتقلب والحوايجه كيتقلبوا كلشي كيتقلب. ليك انت؟ ليا انا شحال مره، لدرجه اني اخر مره كنت جيت كانت شكا منو الاخ ديالي الصغير، جيت لعندو قلت لهم راه شنو تيدرتي راه كيقلب ليا ساكي كيقلبو، علاش بغا يقلب ليا ساكي شنو علاش كتقلب؟ ساك راه ساك هذاك خاص بك. ساكي شي حاجه اللي هي راجلي، ولكن ساكي راه شي حاجه هي خاصه بيا انا، حنايا في دارنا التليفون ديالك ما كيتقاش وساكك ما كيتقاش وحوايجك ما كيتقاش، واش هكا تربيت؟ دونك انت اللي تقلب لي هادشي كامل. لا انا راه حقائر كنت انا هذا بعد مرات كنبغي غير التليفون كنبغي نهز منه شي حاجه كنبغي ويبقى يقول لي انا معك انا سيرفيس كليون، شكون هذا؟ شكون هذا اللي عيط؟ وهذا شكون عندك؟ وعلاش كيف شي حد كيعيط له في التليفون شكون انت؟ واش انا دريه صغيره؟ ماشي دريه صغيره وما عرفتيش عليا هادشي اللي غيبقى. لا انا ما كان وملي كنسولو كنقول له واش كتشك فيا انا؟ كيقول لي انا ما كنشكش فيك انت، ولكن هي النيه. حيت مول كيما كنقولوا مول الحشيش ولا مول المخدرات يقدر يخسر ولكن هادشي اللي قلتي لنا راه ممكن كيما كنقولوا يمشي الا في قمار. نعم شحال تقريبا خسر؟ نعم شحال تقريبا يكون خسر؟ وراه واحد الوقيته كان واحد الوقيته بعد امواه كانت 10000 درهم كنخداها قرعه. ما شفت فيها حتى حاجه ما عرفتهاش انا اصلا، وقتاش ديك القرعه شدها ما فراتيش كاع اصلا شنو وقتاش كانت القرعه وقتاش كانت يديرها وقتاش هادشي كامل. اييه الفلوس كنت كان انا من النوع اللي حنا تربينا في دارنا ماشي المراه ما كتخرجش للسوق. الوغ القصه ديال السوق كنعطي له الفلوس ديال السوق، القصه ديال هذا سير هاك راه سميتو راه خاصني نشري شي حاجه هاك، يعني كنت كنحاول في الاول، انا تنهضر على الاول
لان من بعد بصح بغيت كنتحاسب هذه فين مشات وهذه فين مشات وهذه فين مشات ماشي انا ضرب عليه تمر ما كيجينيش فابور اييه دونك هذه فين هذه فين مشات هذه بلاتي غير قلت ليه اني جات تجمع ليا عام ديال الضوجه وكيحيدوك ما قالك ولما راه ماشي معقول انا ما راضياش بالناس ديال العماره وجيو يحيدوا ليا انا اللي ما قدرتش نستوعب بيني وبينك زعما اسمحي لي زعما لا انا ما كنقدرش نستعمل دابا دابا التخيل انا كنتخيل دابا من وين كنسمع ليك دابا انا شوف حاجه اسمح لي استاذ مصطفى هو كيسمع البرنامج ديالك يا ريت امنيتي وهذا من بين الاسباب اللي خليت لي التخيل كنتمنى ويكون كيسمعني دابا وكنتمنى يتصل ويواجهني حنا ماشي غير محتاجين المواجهه محتاجين الكلام ديالو حتى الا كان غلط ولا الا بغى الصفح ولا يكون عرفتش لا انا الصفح ما يمكنش انا ما يمكنش نكذب لواحد الشخص اللي هو اصلا طبعه هكاك حيت ملي كدير المحاوله الاولى وما كتفشل فيها والثانيه وكتفشل فيها والثالثه وكتفشل فيها يعني الخطا ماشي فيا انا يعني كما تيقولوا الديفو ماشي فيا انا هو كشخص ما باغيش يتبدل هو كشخص ما باغيش يطور راسو هو كشخص ما باغيش يدخل راسو بانه ولات عنده مرا ولات عنده مسؤوليه دابا 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 اختي صراحه وانت كتكلمي معايا دابا انا كنتخيل المره الاولى ملي كنتي كتبغي تمشي مثلا الصالون ولا لاصال ولا شي حاجه تقول حقا لا والصالون كيكونوا فيه غير البنات اللي ماشي هما هذوك ولا كتقاولوا بيناتكم شي حاجه ماشي هي هذيك وكاع الانسان هذا واخا لا صال تا هي نفس الشكل دابا انا اللي كنقطعك غير في هذه كيصلي وكيصوم هادشي اللي غرني شي نهار الاول وهذاك الشيء اللي كيصلي ويصوم هذيك في علاقته بالله سبحانه وتعالى بالخالق ديالو واش كيصلي ليه رياء ولا كيصلي ليه فعلا يعني خالص داك الشيء لوجه الله تعالى انا ما او الجامع وكيمشي للجامع وكيمشي يدير على اساس شي غرني فيه يعني انسان مدى من يتقي الله غير يتقي الله في ها المعاملات ديالو راه ما كتختلف على على الرحمه ولا ما عرفتوش هذا هو المشكل يعني يكون عرفت هذا الشيء شي اكيد ما كنتش غندير هذا الخطا اللي درت ما كنتش غندير وما كنتش غنتصرف هذا التصرف ولكن دابا انا مازال ما كملتش لك الفكره ديالي اللي فعلا تدعو الاستغراب ديالي انا دابا هو فرضا نقدروا نقولوا مثلا هذا الراجل خايف عليك انت جهره لا تضيعي منه ايوا ومني كتفيقي في السرويه مع 6 الصباح هذيك ما يمشيش معاك هو يتسناك تخدمي وتجيبيهم ليه هي المشكله دابا يعنى ان السيد هذا ما تيحسك بان راه مهتم بك حتى كتكوني فوق الفراغ اما ملي كتمشي تضربي تمارا في السرويه ما يمشيش معاك ويأزرك ويوصلك وي لا لا الحوايج ما في الاول كان في الاول في خصوص ولكن العامين الاخرى العامين الاخرى في الاول ينوض ويمشي معاك على اساس بانه راه غيرجع وغادي يخدم ماشي غيمشي ينعس يعني كيتفكر بحال كيرقدني كيمشي معايا تقول لها انا رفيق معاك سكريتي كتقولي بانني انا ما كنفيقش بكري لان كنبقى سهران انا فقت معاك وخا سهرت انا فقت معاك وانا مشيت معاك وانا وراه غنرجع غنمشينيش للمحل على اساس حتى انا كنمشي بعيني مغمضين وراس يد راس راسي راه تقاد خصوصا بانه شنو كيدير ليا ملي كنبقى مسعار وكيسمعونا نجي ولا كيخطو العامل الاخر ولا كيسمعونا الجيران يعني ما شنو اللي كان كيسعرك بالضبط؟ تلاحظ راسي بانني انا كنتقافل مع هاد السيد وكنت خطو حتى ما كنلقاهش كنلقى بانه انت هي اللي كتسناني انا غادي نخلص هاد الشيء وغنخلص الكريدي وغادي نخلص القرعه وغنخلص اللي كيتسالوك ويجي يدق عليا في الدار وانا ما نرضاش انا من النوع اللي بصح ما نرضاش تبدا شي حد وهاد الشيء كامل واش في نظرك كان شي كيدير على رجله كي كيخلطوني راه اوتوماتيك مور انا كنخدم فيهم من الصباح حتى العشيه هي راني مرأة بارفوا الا قلت لك انا مصطفى شي حاجه اللي هي اني ديال بارفوا ما كنلقاش الوقت فاش نتغدى فاش ناكل باش نكمل الخدمه ديالي دونك انا هاد الحوايج ما كنبقاش فيك كشخص انت الا كنتي غير دايز ولقيتي شي واحد غير مسكين غير مثقل وبغيتي غير كيبقى فيك تقول راه هز معايا هز معاك
هي فما بالك شريكه حياتك فعاود متهز معاها رخي عليها الحبل. علاش؟ لانك انت مرتاح. اه كنلاحظ راسي بانني انا كنصمت راسي درت مابقاش بالمعنى ديال انني مابقاش مهلي راسي. اه وكنلقى هويا غادي للحمام وجاتو جاتو صالح وهذا وانا ما عنديش الوقت حتى لراسي باش نجلس نشرب ديك القهوه اللي انا منفكر تشربها في النهار ملي كنت صغيره. اه كيفاش غتحس بها؟ غتحس بان شي واحد بصح كيتسلى عليك ما عرفتش كيفاش غادي نشرحها لك استغلال كامل. كتحس براسك بانك انت كتشوف راسك بانك انت كتضرب تماره على واحد اخر وهو كيشوف وهو مرتاح وعايش وداير درجه على رجله. دونك الا كنت كنضرب عليك تماره ولد الناس كنضربها على ولادي ان شاء الله يعاونك. اها صلاة عني يعني كرواسي ما عندي ما ندير بك لا ماديا ولا معنويا محتاجه لك. اها دونك شنو حتى غنقول لك حاجه اخرى لدرجه انه حتى معنويا الا بغى غير يهضر معايا من قوت كنكره ديك الريحه اللي كانت كتخرج من فمه تنقول له بعاد وهضر معايا عطيني مسافه عاد هضر معايا. يعني حتى معنويا تقدرت هذاك انا نحط واحد الوقيته اللي نكون سواء مشاكل في الخدمه سواء مشاكل على برا سواء مشاكل ديال الطريق وغادي اللحظات الزوينه بينك وبين راجلك هو انيق وجالس معاك وكي كما كنقولوا كيصفي الخاطر ديالك ويخف من الضغط ديالك. هذاك الشيء كان كيزعجك داك الشيء اللي كان كتشوفي فيه؟ اه يعني خصوصا ملي كتكون نهار كامل راه انت غتكون خدامه تمشي للدار يعني الدار بالنسبه لك هو بطبيعه الحال هذاك الامان هذاك وخص يكون فيه الهدوء السلامة البال تشم فيه ريحه زوينه مرضاك اييه لدرجه بانني انا من بين الحوايج اللي كان كيسمعونا الجيران على ودهم انه هو كان ملي ما كنكونش انا في الدار كيكني فوق قلب الدار. اه شنقول لك انا ما تكنيش في قلب الدار اولا وليدات صغار وانت هذا الشيء اللي قلت لي حتى لما كنت على ودي انا راه الدراري ولات كتفكر كيفاش الحدث ايه ولكن مع ذلك راه صح انت كأم راه عندك صحه نفسيه خص تكون وعندك حقك باش تدخلي لواحد الدار في واحد المأمن ويكون فيها واحد الاجواء ملطفه ماشي ريحه ها ما كنلقاش الراحه قسما بالله الى واحد الوقيته اللي انا الا قلت لك بانني انا هربت لدارنا وقلتها الوالدة هكا قلت لها شوفي الا عرفيني انا كاين هنا غادي نخرج وما غاديش عرفيني فين كاين انا بغيت يومين غادي انا ما بغيتش كاع لا عرفني لا كاين هنا ولا في شي قنت اخر شي قنت اخر اه يا ولا عرفت بانك عيط لك وهضر معاك وقال لك شنو هي قلتي لها له قلت لها بصح غادي نخرج وما غاتعرفينيش فين اه نسي صافي عدفتي صافي عفتي انت صافي تضايقتي صافي ما قدرتش نكلمك شويه قربي الميكرو ديال التليفون ديالك ما كنسمعكش مزيان. الو انا معك اها هاد المسائل اللي خلاتني ما منين جلست درت واحد الموازنه كيف ما تيقولوا شنو هما الحوايج الزوينين في هاد الحياه مع هاد الشخص وشنو هما الحوايج الخايبين. لقيت بان منين كان في حياتنا يلاه بدات اوكي كانوا حوايج زوينين دابا والو الا قلت زيرو راه زيرو يعني فين ما نتلاقى ضروري غنتنادر انا وياه حيت بصح ما بقاش داك الشخص ما بقاش عاجبني فيه حتى حاجه لان داك الشخص اللي قلت انا يا رب قلت غادي نقدر نكون كنت واخده واحد الفكره انا داك الشخص غادي نشدو غنبدلو غنحط نديرو كيف انا تمنيت تحت ما كيعجن شي واحد كيما بغى على كل حال لانه ترابي وما تنسيش باني انك تزوجتي واحد الشخص هو في العمر ديالو 37 عام يعني راه الا مطبع على شي حاجه مطبعها يمكن تبدل يمكن المرحله الانتقاليه اللي كتعيشيها في الحياه ديالك وديالو هي اللي كتقدر تعود بيناتكم جوج الناس انكم كل واحد يتحمل فيكم الاخر وتفهم فيكم الاحوال ديالو والراجل اللي كانت كتصرو شي حاجه في المراه خصو يديرها وهي اللي كان كيضرها منه شي حاجه خصو يتفاداها هذه باش كتكون الحياه مزيانه ما بين جوج الناس. اما باش تشدي وتخبزي وتعجنيه وتتصاوبيه كما بغيتي في سن 37 سنة هضرها من 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 المستحيلات على كل حال. راه قلت لك يعني باش وصلت لهذا الريزيلتا هذه راه ضيعت فيها سنين من حياتي. ان شاء الله باقي الحياة فيها أمل لك باقي ان شاء الله في الحياة ديال كل خير.
لأن الحمد لله مادام انت كتنفسي ومادام الحمد لله باقي في طرف من الصحه ديالك باقي الحمد لله الحياه تعطيك شحال راه منهم شحال منهم عدد اختي فاتوا معانا فوتوا مراحل تعطبوا فيها في الحياه ديالهم وكانوا كيقولوا عند رسوم هذه هي الاخره والحمد لله ربي فتح عليهم ابواب بالفضل وابواب الفراج وكوني غير ان شاء الله بواحد النفس مطمئنه وربي ان شاء الله يكون معك ان شاء الله لا اختي تبارك الله فيك وسمح لي إلى طول. لا مرحبا بك. مرحبا بك في كل وقت مرحبا بك. أنت صديقة البرنامج وتنعتز بالصداقة ديال كل مستمع كريم معنا وكريم. قلت لي على ود في الوقت فاش قلت لي الوالدة ديالك أنا بالنسبة لي خليها أنا ما بغيتش أنا بغيت نرتاح من 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 خصائله وبغيت ناخذ وقت لراسي. شنو ترى جلستي مع راسك فكرتي ولا شنو ترى مثلا؟ فكرت. فكرت بأن ما نقدرش نكمل يعني خديت قرار وهذا المرة كان قرار يعني نهائي ما فيش تردد ما كاينش ما خليتيش خطر رجع كاع لا والو حيت مابقاش باش ممكن انك ترجع تيكون عندك ولو بسيط من الامل واحد ولا ما كاينش ما كاينش كنلقى راسي بانه كيفاش نقول ما تعطاتنيش القيمه اللي انا كنستحقها بهذا المعنى يعني غير اعتراف واخا غير انه شي غير راك عارف المراه هما هي جوج كلمات زوينين راه غتنسيها العالم سمحي لنا عارفين ديك ضربه ترمر علينا عارفين ديك هذه غير هاد الكلمات يخففوا لك بزاف ديال الحوايج وانا غنتبدل وغنحاول ما امكن ان ما نبقاش بحال هكا وندير مجهود ونحاول ما امكن اوكي هاد الحوايج هادو فيهم مشاكل من النهار اللي بداو دونك ما خصوصا انا الحاجه الوحيده اللي انا بغيت نعرف فين غلطت معاك فين غلطت معاك هذا هو اللي نقدر نقول مؤخرا بان بصح هذا العام الاخر وليت عصبيه وليت كنهضر وليت كنجرح انت بالهضره ربما لانك باش تحاول ما امكن انك تفيق من ان لان هذا الشيء انا اللي كنديرو راه ماشي ملزوم مني راه انا تحاول ما امكن بانك تعرف بانني انا راه وصلت لواحد لاج فانا كنتمنى الداخل ديالي انني يكون ديك المراه ديال الدار قولي لي اختي الله يرحم لك الوالدين انا اللي عرفت منك اثناء البوح ديالك قلتي لي بانه ولد دربكم يعني شي واحد ماشي غريب على الدرب ومعروف يعني شي واحد معروف انا لا نقدر نقول لك بانك انت يا حدوديه كتعرفي خدمتك الدار خدمتك هادشي تفهمته انا ولكن زعما ما سقسيتي ما لانه دابا داك خوك اللي مثلا نوقف داك الخطبه الاولانيه راه غادي يكون مثلا الا تحرى وسول وسقسى راه غادي يقولوا لي راه هذا ما يسوى ما يصلح لا الا جيتي للحومه هذا وسولتي عليه غيقول لك الناس دري في دخل سوق راسو كيمشي وحامي راسو حتى واحد ما عرفوش شنو كيدير حتى الا بغا مثلا اللي كان هو كان تيقولها لي تيقول لي ملي كنبغي نتلي كنمشي مسافه باش ما يشوفونيش لانه اللي عارفينه بانه راه كيمشي للجامع راه انسان ظريف راه ما كيجبدش الصداع راه ما عندوش مشاكل يعني اي واحد دابا جيت تسول في هاد الوقيتة هادي غيقول الله عمرها دار الله عمرها دار داخل فوق راسو ما كنشوف منه غير الحاجات المزيانه لكن كل عشره وللاسف ربما قلت لك انا اللي مراته عامين ما عرفتوش كيف عامين وانا معيشه معاه في الدار من غير غلب ليا لانه قلنا لك ودي حتى ربما تقدر تكون شي حاجه اخرى يعني في وانا المستمعين ناخذ الاراء ديالهم تاهما شنو يقدر يقولوا لي غير اللي كيبان انه واحد الوقيته شكيت بان ربما كاينه شي وحده اخرى ما كايناش جماعة التحريات ممكن تعرفهم دارتهم ما كيناش يعني الا كانت شي بليه كيف ما كتقول راه بليه اخرى لان قلت وقيل ربما لانهم مع الزواج ربما شاف شي وحده احسن مني ربما ما عرفتش ولا شافك انت ما بقيتش مهله ولا انت شافك موريد مادي والاخرى شافها زعما مثلا ولا مثلا انا ما بقيتش مهله في راسي دونك ولا كيقلب ايوغ ولا منين درت التحريات ديالي ما كيناش ما
ما كاينه شي حاجه بحال هكذا لدرجه بانهم يعني بيراطي حتى التليفون ديالو بيراطي التليفون ديالو بزاف ديال الحوايج درتهم ما كاينش يعني ما لقيتش ولو دليل واحد. دونك هنا يعني بعض الحوايج اللي شكيت فيهم ما لقيتش. دونك هذه واحد 80% نقدر يعني بيسكول عامل ما عرفتش كيف كمية قدرت تكون مدير يعني 21% الله أعلم ولكن 80% ما كاينش. وما دابا دابا على حسب ما قلتي لنا راه كاين كما كنقولوا بزاف الفلوس تبدرات يعني ماشي غير في ماشي غير البليه ديال يعني. ودابا بالنسبه لك يعني في الحومه ديالو قلتي لي ما كاينش اللي خوتك زعما تحرق قبل الزواج ولا حتى من بعد عاد الزواج عاد بديتي كتسولي شكون هو هذا السيد ولا كيف شخص بالحومة تنقول لك يعني عارفين عائلته ولا عمرها دار عارفين خوته ولا عمرها دار هو تا هو ما كانش كيعمر لو جونغ اللي كيخرج تا هو راه لكن تيفيق حتى لانه وقت كيخرج كيدي السلعه ديالو كيبيع كيرجع دونك ما حتى التعمر ديال الحومة ما كيعمرش هو الواجهه كيعطيك واجهه مزيانه كواجهه ولكن غتحل الباب وعاد تعاود تدخل راه غتفاجئ بحوايج. انا اللي خلاني نقول لك راه القضيه يمكن ربما ما تقدرش تكون مخدره حتى واحد الراجل كيهز حوايج من الدار ويبيعهم. يا كيعطيهم لشي حد يا كيقمر بهم هادو كما كنقولوا اختي هادو الخيارات زعما اللي متاحين زعما. ما عرفتش لحد الان ما قدرتش نفهم. انت حاليا انت فكرتي تحري من هذه العلاقه ولكن واش درتي شي خطوه ولا غير مازال داك الشيء قيد التفكير؟ لا مشيت على اساس باش غادي ندير الطلاق ديال الشقاق لانه ملي ما بغاش سيرتو هاد الثلاث ايام هادي مشيت على اساس خديت الاوراق وهاد ما خديت مشيت للمحكمه قلت داك الشيء اللي خاصو يدار وجيت على اساس باننا غندير الخطوه ديال الطلاق الشقاق مادام ما بغاش يدير الاتفاق. من الاحسن منين هضرت مع واحد السيده قالت لي من الاحسن دير المحاميه باش كنتي ما عندكش الوقت وهذا وهذا من الاحسن دير المحاميه هي تكلف لك كل شيء ودير طلاق الشقاق وهني راسك وما تضرش انا كي تلاقي معاه ما تلاقيش معاه. شكون اللي نصحك؟ محامي زعما واحد السيده قالت لي دير محاميه هي غتكلف كل شيء. هي باش انت تيسرع لك كاع مساله انك تبقاي هذا تبقى غدا جايه وهذا قلت لقاء الجلسه الاولى والثانيه وهذه قالت لي لا بلاش قالت لي من الاحسن خذي محاميه ثانيه كي نقول شي خصوصا ملي قال لي داك التهديد ديال انه الا طلقتي وهذا عزز سعرني عزز حرك داك يعني التحدي اللي معروفه به انا كيف؟ يعني تحداني من تيقول لي انا اللي طلقتي غادي ندي لك الدراري ما تعرفهمش كاينين ثم فاش صافي خديت القرار البارح انا صافي غادي ندير شقاق لانني كنت نتمنى باش يدير الاتفاق ولا كيقول هاد الحوايج هادو لا انا كعيط مثلا عيط له في التليفون كنقول له شوف انا باغا ندير طلاق اتفاقي حتى الدراري مثلا راهو جوج ديال الناس رغم انهم غيكبروا غيعرفوا بان راه جوج ديال الناس راه كانوا في قمه الوعي انهم ما كانوش عايشين مع بعضياتهم مزيان وراه ما تفاهموش وراه درنا طلاق اتفاق وكل واحد ماشي اما باش يكبروا غيعرفوا بانهم طلبت شقاقة من باهم علاش دونك غيوليو اسئله كثيره راه مازال الدراري صغار دابا اوكي ولكن من بعد غيوليو علاش حنا ما عايشينش بحال عباد الله علاش ما تكونش عندنا امنا وبانا علاش 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 هذه الاسئله انا عارفه منها وقدام غادي نسمعها وغنعرفها دونك حتى ملي كيكون الناس واعيين. جوج الوليدات شحال دابا عندهم في العمر ديالهم؟ عامين وهذا وثلاث سنين. دابا واحد العدد الناس دابا كيسولوني كيقولوا لي هاد السيده كتقول لها راجل كيمكن يكون قمار شكون اللي قال لك انت هاد الشيء؟ قلت لي يعني غادي هاتي فرصه نجاوبهم. هيا الحمد لله حنا ما كنخبيو حتى شي حاجه حنا على بعضياتنا. دابا اللي كيكمي غدا تفرق بينه وبين القمار لحقت منها ما عرفتش ديك الميكه شنو كيكون فيها. واخا المهم يقدر يكون كيف ولا ما عرفش انا داكشي شنو هو ولكن كما كان الحال دابا حيت القمار كما كنقولوا تيخسر كيبيع اللي في الدار ما هذاك اللي كيكمي يمكن شحال من واحد هضر معانا مشى تيخدم كاع هو باش يهز غير البليه ديالو هو.
تقدر يكمي بالليل ولا تقدر من حتم القمر كيبيع دائما هذاك المخدرات اللي على حسب ما وصلت له ما يقدر ما يكمل كاع النهار كله ولكن حتى الليل ما تنتالي الليل مثلا كيقدر باش ينعس ولا داك الهاجس هذه هذه اما داك القمار كيقدر يبيع كما كنقولوا الجمل وما جمل اللي عنده داك الهاجس ديال الربح. هذا هو هذا هو اللي خلانا انا نجاوب هذه فرصه كنجاوب حتى دوك الناس اللي سول اللي طرحوا عليا هذا السؤال هذا اللي قالوا لي دابا. هذا هو الواقع. نتمنى بأن نكونوا نعرف الآراء ديال الناس مادام حطيت كل شيء يعني من الأحسن أن واش أنا كنت غلطة شنو الخطأ اللي وقعت فيه باش نروح ما نقعش فيه بعد معنا لأن ما عرفتش شي وحدة اللي ولدت بيا زادت خربقات أكثر من القياس ولات شنو صافي دابا هي حياتي هو أنه ولادي بهذا المعنى ولادي نكبرهم نقريهم نديرهم ولكن انا عارفه بان ولادي غادي يتكرفطوا دونك حتى هما واحد الوقيته غيبغيو احقاي جدوهم بلاصتهم وماماتهم في المدرسه في الراود ويعرفوا بان باهم وامهم مطلقين عارفه هاد الحوايج كاملين ولكن بصح ما قديتش نصبر ما قديتش نزيد نصبر ولو على ولادي ولو على السمعه ديال ولادي ولو كمجتمع ما بقيتش قد نسمع شي هضره ما كرهتش ما نزيدش نسمع اولا نهز ولادي نمشي نمشي مدينه اخرى ونعيش فيها ما كيعرفني فيها حتى واحد اللي جاي يسولني غنقول لهم راجل مات قضاء الله واخا دابا تمشي مدينه راه جرت الوليدات راه غادي يكونوا تامات الحيين وغيتسالوا نفس الاسئله مال بابانا مال كذا يعني عندو دو حوايج اللي حيت هو دابا باش نكونوا صراحة انا اللي قلقني زعما في هذه القصه ديالك وضرني بزاف في خاطري عندنا حنا ماشي قدام واحد البنت اللي عندها 18 عام ولا 17 عام يعني قدام واحد البنت اللي للاسف تزوجت في 35 عام وبانوا لك الاشارات حيت هو الراجل راه ما خبى عليك والو الاشارات من الاول بانوا لك يعني كنتي مثلا جمعتي قلوعك المره الاولانيه وزدتي غتقولي هذا غادي نزيدوا لدوك الثلاثه الاخرين وغيولوا اربعه ما دابا راه واحد الوضع هذا هو راه باش قلت لك يعني المجتمع فرض علي انني ما نقدرش ملي تولي اربعه يعني راه صافي راه تحكمت تحكم الله على شوف اللهم اربعه ياك الناس وما صدقاتش وما تيسراتش الامور ولا هذا الوضع دابا لان هاد الوليدات دابا ديالك راه غيعيشوا ايتام ديال الوحدين احياء كما كنقولوا ولي دابا هو هذا هو كيستنز يعني كما كنقولوا دابا هذا كيستنز فيك كيستنز في القدره ديالك كيستنز في الطاقه ديالك هذا ولكني راه للاسف حسيت براسي بانني كنطيح صحتي على ود واحد اخر بهذا المعنى ولكن انا كنت نحتاج منك هذا القرار قبل ما دابا هذا صعيب بحال هذا القرار دروك مزيان يمكن يكون المره دابا هو صعيب دابا دروك مني ولاو جوج ديال الوليدات وغادي عارفه دور الابوه والحياه ديال الابوه راه انا كنعرفهم نسا مساكن تحملوا مسؤوليه الاسره ولكن كيتمحنوا بزاف لما كيكونوا دوك اللي تما ديال الحيين بها هما تيعرفوا باهم كاين وما كاينش راه زعما انا ما عرفتش انا كنتمنى ما تزربيش انا كنتمنى باللي ما تسرعيش الى حين انه يهديه الله سبحانه وتعالى ولا شي يكونوا شي وسطاء هكا بيناتكم وسطاء كاينين راه كيحاولوا ما امكن انني رجعوني راه انا اللي خديت قرار نهائي ما عنديش ما بقاش عندي ولا 1% انني نرجع خلي لراسك فرصه خلي لراسك فرصه ترتاح بعدا من هذا الشيء اللي طرا بينك وبينه لانه ماشي ساهل كنهضر عليك راه شهرين هذه دابا ولو راه ما سهلاش الانسان كما كنقولوا كيعيش على الواقع ديال هاد الشيء سنوات وانت مضغوطه وتهزي وتحملي وديري الحال المشروع الاول وترجعي هذا الراجل هالعار غير يهز معاك الحمل وديري الثاني راه ما سهلش يعني شهرين ماشي مده زعما اللي تقولي صافي انا خليت شهرين خلي شويه ديال الوقت ما عرفتش دابا انت حيت بانوا لك الاشارات كما كنقولوا دابا انت ميكتي في الاول لانه قلتي لنا في الاول نقدر نعجنوا ونخبزوا نتبدليه ولكن طمعتي انك تتبدليه ولا انه يتبدل ولكن داك الشيء علاش غمضتي عينيك انا عارف هذا الشيء
ولكن من بعد للأسف لقيتي باللي راسك أنا عارف باللي اصطدمتي بواحد الواقع اللي هو صعيب وأن السيد من الصعب أنه يتبدل ولا يتغير. مني لقيتي مني ما يتبدلش يعني كما كنقولوا راه دايره دابا حاليا مع جوج ديال الاولاد يعني واحد الوضع اللي انا كنتمنى زعما على ود دوك جوج الاولاد ماشي ترجعي ليه هكاك يعني بسهوله ولا بيسر. وضعي شروطك الخاصه ديالك ماشي بحث على عمل غايقول لي واخا وغادي إنا من غادي يبحث عليه وأصلا ما عنده شي مستوى ثقافي اللي غادي يدخل باش لأنه شي ديبلوم اللي غادي يخدم من غير هذاك اللي أنا درت ليه ما بغيش هو يخدم. شحال منهم شحال منهم خدم خدام دابا بلا تكوين بلا شي حاجة وكيجري بلا يعني كما كنقولوا في طرف الخبز على وليداته. هادشي فراسك والله العظيم أنا هادشي كان تيألمني ملي كنشوف يعني راجل كبير كان تنكون خارج هذيك الوقيتة وكنلقى راجل كبير إيه وخارج وكيقلب على الرزق ديال ولادو. اييه لاله اييه لاله كنشوفهم حنا في نصاصه الليل وفوق نص الربعه الصباح في العاده ملي كنمشيو للعمل كنلقاهم راجل كبير ولا كان مثلا راجل شاب ولا مثلا مساكن. دابا شوفيهم شحال منهم دابا جالسين غير بالليل حدانا دابا الا مشيتي دابا قدام واحد العدد ديال المؤسسات ولا شركات ولا وحدات فندقيه رجل كما كان ماشي رجل على رجل رجل وحده ولا جوج رجلين علاش واقف مسكين 12 ساعه هما كاينين كاينين كان دي بلاصه مثلا غير الكازا كان دي بلاصه كنلقاهم راجل كبار وهم يتشطبوا في الزنقه. اييه كاينين اختي كنلقاهم يعني كنقول علاش راجل كبير ومازال خارج ومايد وكيقلب وكيدير وهذا مسكين مكرف في الطونسبور وانا راجلي ما عادش في الدار. واخا واخا يا لاله انا غادي عطيتك فكرتي يعني ديال ما تسرعيش اكثر حاولي تقلبي على اجواء الصلح بشروط اللي ممكن فيها ينوض يخدم يتوكل على الله سبحانه وتعالى كما كنقولوا ما ديريش اللي عاود معلقه في فمه لانه هذا راجل خصو يتحزم لراسو ويكون عنده الاهليه ولا ما كانت شايب طبيعه الحال ما عندكش خيار. انا غادي نسمع الاراء ديال المستمعين اللي غادي يكونوا معنا في الصله ديالنا بيننا وبينهم واش تنشكرك بزاف على الصله ديالك بيننا وبينك اختي ساره. احنا دائما على التواصل ساره ان شاء الله راه تما نعرفوا عليك كل حاجه ان شاء الله جديد نتمنى ان شاء الله دائما يسرنا فيك ان شاء الله. شكرا لك الله يبارك لك في الابناء ديالك ويهدي هذا الرجل لعله يحب ان يصلح حاله لعل الله يحدث بعد ذلك امر. وحنا دائما على صله بيننا وبين كل الساده المستمعين وكل السيدات المستمعات على امتداد هذه الفتره هذه الساهره بيننا وبين كاع المستمعين ديالنا الافاضل والفاضلات كل المستمعين اللي هما على كل حال تيواصلوا معنا هذا المشوار هذا وتتوصلنا ان شاء الله مستعدين حتى نتلقاو الرسائل ديالكم. حنا كما كان نعرفوا بان واحد العدد ديال المبليين ما عندهمش الدراع ما يخدمش. حنا كنعرفوا واحد العدد الناس اللي شحال من واحد راه قالها لنا وفيهم النساء ايضا عانوا مع الازواج ديالهم. اذا هذوك الشروط اللي يمكن لك توضعها هو هاد بعدا يتجاوز الادمان ديالو ويعيش تحت يعني تحت المسؤوليه ديال عبء المسؤوليه يعني هاد الشروط لازم توضعيهم وربي ان شاء الله لعل يعني هذا الامر يمكن يحدث بيناتكم ان شاء الله شي خير وشي فضل. ومزيان مني واخا هي كما كنقولوا كانت الاشارات منذ بدايه هذه العلاقه ولكن خمسه سنين ديال الزواج افضل من ان الامر يزيد يستفحل ويزيد يهدك اكثر. بعد وقفتوا هذه الوقيفه هذه هكا دايره هذه الوقيفه يمكن يكون لعل الله يكون خير ان شاء الله الى 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 بغى ولا 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 قدرتوا توفقوا بيناتكم وتصلحوا الحال ديالكم. احنا دائما على امتداد هذه الفتره هذه الساهره المباشره من اثير اذاعه أما فهم في لقائنا المباشر المتواصل معكم حتى وقت متيسر من الليل. الصلة دائما بيننا وبين كل المستمعين الأفاضل عبر رقمين هاتفيين اللي هما 05 22 31 33 33 ولا الرقم الثاني اللي هو 05 22 30 30 00. هادو جوج ديال الأرقام متاحة بشكل مباشر باش كتقدروا تبلغونا الصلة ديالكم بالإضافة للإخوة اللي يكتبونا عبر الواتساب ولا تيرسلونا عبر الواتساب
الواتساب 06 2040 04 06 2040 04. هادو هما الرسائل الصوتيه والمكتوبه في الوقت نفسه اللي تنتلقاوها منكم انتم مستمعين الافاضل، سواء انتم اللي كنتوا معنيين بهاد القضيه ديال الاخت ساره 40 سنه 5 سنوات ديال الزواج، وهي حكت لنا على هذاك الواقع اللي عاشاه، وحنا دائما كنقدموا هاد الصوره ديال التفاعل معكم كاع انتم اللي كترغبوا في الصله بنا ضمن هذا اللقاء الليلي المباشر من اثير اذاعه ام اف ام. شكرا لكل الساهرين والساهرات. واتس ديال الزواج، وهي حكت لنا على هذاك الواقع اللي عاشاه، وحنا دائما كنقدموا هذه الصوره ديال التفاعل معكم كاع انتم اللي كترغبوا في الصله بنا ضمن هذا اللقاء الليلي المباشر من اثير اذاعه ام اف ام. شكرا لكل الساهرين والساهرات. What's the deal?